بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. عظم الله جورنا وجوركم أعزائي مشاهدي قناة فدك بذكرى شهادات الأئمة وأبناء الأئمة سلام الله عليهم. للآن نتجرع مرارة أحزان آل محمد صلوات الله عليهم باستشهاد المحسن الشهيد سلام الله عليه، واستشهاد سيدة سكينة سلام الله عليها أو وفاتها على رواية، واستشهاد الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. حياكم الله في هذا البث المباشر وحلقة مع الأخ صديقنا وزميلنا الأخ فاز الجبوري. مساك الله بالخير أستاذ فاز. مساك الله بالخير وعافية. السلام عليكم، أحييك وأحيي المشاهدين الكرام. حياك الله. الأخ فاز الجبوري اليوم شاركني في تقديم هذا البرنامج وحلقة لماذا ننتهج النهج البرائي. إن شاء الله نتطرق من خلالها حول النهج البرائي، ولماذا ننتهجه، ولماذا هذا النهج في هذه القناة، وهل هناك مؤيدين لهذا النهج أم لا يوجد. أمور كثيرة راح نتكلم عليها إن شاء الله في هذا البث المباشر، ومن خلاله راح نعطي مجال للإخوة المشاهدين إبداء رأيهم، أو اللي عنده فكرة معارضة فكرة أو يناقشنا في موضوع الحلقة هم مو مشكلة، نعطيه مجال وياخذ راحته في طرح هذه القضية. الأخ فاز الجبوري وهو من الأخوان اللي متصلين مع موقع القطرة، من أوائل المتصلين على موقع القطرة واللي يناقشون سماحة الشيخ الحبيب. أتذكر كان عندي برنامج في اسمه قراءة في موقع القطرة، وكنت أقرأ الأسئلة التي ترد على موقع القطرة من الأقدم إلى الأجدد. فلو تطالعون في موقع القطرة أقدم أسئلة كانت باسم أبو تراء في أبو ياسر، كان أخوكم في حب أمير المؤمنين أبو تراب. نعم، في حب أمير المؤمنين أبو تراب اللي هو الأخ فاز الجبوري. فإنسان معانا في هذا النهج قديما من الناس القدماء قبل لا تطلع قناة فدك مدة طويلة، من أيام 2004-2005 تقريبا. نعم. اليوم نبي نتكلم مع الأخ فاز، نقول له ليش انتهج هذا النهج، شو اللي خلاه ينتهج النهج البرائي ويتعنى الآن من سويسرا حيث هناك سكنه وراحته وعائلته، يجي إلى لندن حتى يشاركنا في هذه البرامج وفي تقديم مساعدة في قناة فدك. تفضل لك. أخوي عبد الله، في البداية أحب أن أصحح، وهو الشيعة كلهم هم منتهجون نهج البراءة، ولكن هناك نحن انتهجنا نهج إظهار البراءة من أعداء أهل البيت. ليس هناك، لا أعتقد هناك شيعي رافضي حقيقي لا يبغض أعداء أهل البيت عليهم السلام. وأما في إظهار البراءة فهناك أمر آخر، هناك من يحب إظهار البراءة وهناك من لا يريد إظهار البراءة. طبعا في البداية أنا أحب أن أقدم حديث عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول إن من حقوقنا على شيعتنا أن يضعوا بعد كل فريضة أيديهم على أذقانهم، يعني هكذا يضع يده على ذقنه بعد كل فريضة، هذه من حقوق أهل البيت على شيعتهم. يقول يعني لازم دول يعني الشيعة الرافضة يقومون بهذا الأمر، فيقولون ثلاث مرات بعد كل فريضة: يا ربي محمد عجل فرج آل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا ربي محمد احفظ غيبة محمد، يا رب محمد انتقم لابنة محمد. طبعا أخوي عبد الله، في بداية انتهاجي لهذا النهج وهو إظهار البراءة من أعداء آل محمد صلى الله عليه وآله،
اعترض من كثير كثير من الأخوة العزيزين على قلبي طبعا على هذا السلوك وهذا النهج، وأنا ارتأيت طبعا وكما طرحت عليه قبل فترة بأنه نخصص حلقة للدفاع عن هذا النهج الذي ارتهيته أنا وكل الأخوة الرافضة المشاهدين الكرام الذين يحبون هذا النهج، هو رأيا صحيحا في رضا في سبيل رضا أهل البيت عليهم الصلوات والسلام. أنا طبعا هدفي وهدف كل الأخوة الكرام ألا وهو الثأر للزهراء صلوات الله عليها. كل السلام الأخوة الكرام الرافضة الذين هم معنا على هذا النهج ليس لهم هدف إلا هو الثأر لرسول الله صلى الله عليه وآله ولهذه المظلومة لمن أحبها رسول الله والتي كان يسميها أم أبيها صلوات الله عليها، وهدفهم هو الثأر. طبعا يا ريت الأخ محمد يظهر المقطع الذي تلاه قبل أيام فضيلة الشيخ ياسر حبيب في مقتل الزهراء صلوات الله عليها، ما أدري الأخ محمد جاهز مقطع الهجوم على إن شاء الزهراء الله نشوفه ونرجع مرة إن ثانية. شاء الله. فأخذت النار في خشب الباب ودخل الدخان البيت، فدفع عمر الباب برجله فكسره ودخل مع الأوغاد، وكانت الزهراء خلف الباب تصيح، فألجأها اللعين إلى عضادة الباب وعصرها بين الباب والحائط عصرة وعصرها بين الباب والحائط عصرة شديدة قاسية حتى كادت روحها أن تخرج، فكسر ضلعا من أضلاعها ونبت مسمار الباب في صدرها فنبع منه الدم فكسر ضلعا من أضلاعها ونبت مسمار الباب في صدرها فنبع منه الدم، ثم لطم عمر خدها حتى احمرت عينها وانقطع قرطها وتناثر إلى الأرض، ثم رفسها رفسا ثم رفع السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها، ورفع الصوت فضرب بها ذراعها، ثم ضربها بالصوت على عضدها حتى التوى عليه وصار كالدملج الأسود، ثم جعل يضرب على كتفها، فرآها المغيرة بن شعبة فلطمها لطمة أخرى حتى أدماها،
ثم سل خالد بن الوليد سيفا ليضربها به، ثم لكزها قنفذ بنعل السيف، ثم ضربها بالسوط مرة أخرى على ظهرها وجنبها إلى أن أنهكها، ثم رفس عمر بطنها رفسة أخرى. حتى سقطت أرضا والنار تسعرها وجسدها، فأسقطت جنينها المحسن الشهيد، وصرخت صرخة جعلت أعلى المدينة أسفلها، وصاحت: يا أبتاه يا رسول. تقدر تعقب على هذا إن شاء الله. طبعا كما سمعنا في وسمع المشاهدين الكرام في هذا المقطع ماذا فعله أبو عمر لعنة الله عليه مع أصحابه بفاطمة الزهراء سلام الله عليها. يعني هل من المعقول رجال ذوي قوة وبأس يهجمون على امرأة ويفعلون بها ما فعلوا؟ يعني هل هذه امرأة أم رجل محارب؟ وإن كان رجلا محارب يكفيه رجل واحد، أربعة رجال يهجمون على امرأة واحدة، عمر يرفسها مرتين وخالد يضربها بكعب سيفه ويضربها بالصوت. نحن يجب علينا أن ننتقم للزهراء صلوات الله عليها. كيف ننتقم للزهراء صلوات الله عليها؟ فلو يعني لو قتلنا أبا بكر وعمر ألف ألف مرة لما يكفي، لما يكفي. ما علينا إلا إظهار مثالب أعداء الزهراء صلوات الله عليها، وكذلك أن نهدي البكريين لهذا النهج، وبهذا الهداية، بهذه الهداية حينما نهدي البكريين لهذا النهج سيلعن هؤلاء البكريين أبا بكر وعمر، فسيكون هذا الانتقام أشد وأشد على أبا بكر وعمر لعنة الله عليهم. هذا الذكر، قبل فترة اتصل علينا أحد الأخوان وقال هؤلاء أبو بكر وعمر معترفين معكم أنهم عندهم ظلم وعندهم هذا، فسبحان الله نفس الموضوع اطرحه أحد المتصلين البكريين، فقال لحين تبي تحاكمهم بعد 1400 سنة؟ قلت له إحنا نقدر نحاكمهم أو نقدر نرد لهم هذا الجرم اللي جرموه بحق الزهراء سلام الله عليها وبحق أهل البيت، إن نخليك أنت وأمثالك تهتدون إلى أهل البيت سلام الله عليهم وتتبرون من هؤلاء، هذا هو الانتقام منهم، إن ذكرهم ينمحي وكل الناس تتبرى منهم وتلعنهم. نعم بالفعل أخوي عبد الله، يعني طبعا وبهذا الأسلوب، أسلوب إظهار البراءة، سوف يتم هداية الكثير من البكرين، كما شاهدنا أخوي عبد الله في برنامجكم السابق يهتدي في اليوم، ومثلا مرات أتذكر ثلاثة اهتدوا في يوم واحد، ربما أكثر ما أذكر أنا. مرة ستة. ستة في يوم واحد ما شاء الله. فهذا يغيظ أتباع أبو بكر وعمر ويغيظ كذلك أبا بكر وعمر، حيث يلعنون هؤلاء في كل يوم وليلة أبا بكر وعمر لأنهم أضلوهم. أخي عبد الله، هناك بعض المعترضين على نهجنا ونهج فضيلة الشيخ ياسر حبيب يقولون بأن هذا النهج قد يتسبب في قتل الشيعة. طبعا في البداية أريد أن أقول، أريد أن أسألك أنت عبد الله وتوضح للمشاهدين، متى ظهر الشيخ ياسر حبيب على الملأ؟ متى صار معروفا على الملأ؟ هو طبعا في بداية هيئة خدام المهدي، هي بنهاية التسعينات بداية الألفينات اللي هو صار كيان رسمي، ولكن عرف على الساحة خاصة في الإعلام الكويتي بعد 2003 عندما أصدرنا مجلة المنبر، وخلال هذه المجلة صار شوي هناك ضجة، ولكن الضجة الكبرى عندما كان هناك عنوان عائشة أم المتسكعين في عنوان في مجلة المنبر، ولذلك أثاروا كل المحاضرات اللي كان يطرحها علينا سماحة الشيخ في هيئة خدام المهدي في الديوان هناك، فصار هناك زخم إعلامي وألقوا القبض على سماحة الشيخ. هنا
عرف من هو سماحة الشيخ ياسر الحبيب ب2003 2004 عرف هناك سجن في الكويت. يعني عرف محليا او عالميا؟ هل كان بالكويت فقط؟ فقط في الكويت. طيب اريد ان اسالك، قبل شويه انت قلت الموقع متى، في اي سنه كانت بدايته الموقع، موقع القطره؟ موقع القطره لو تشوف الحين انا مثل امامي اول مقال كتب في موقع القطره اسمه قسما يا زهراء سنذهب، إن شاء أول الله. مقال قبل أحد، قبل لا تبعث أسئلتك أنت، وبعد قبل الفيديوهات كان 16/11/2007. 2007؟ أي هذا أول مقال مكتوب بموقع القطرة. إذا نبي نروح إلى قسم الأسئلة في موقع القطرة ونشوف هم أقدم سؤال في موقع القطرة، هم نقول يمكن في أسئلة أقدم من المقالات، فنروح على قسم الأسئلة في موقع القطرة، في موقع احنا قسم الاجابات انا اسميه قسم الاسئلة، فنروح مثلا قسم اللي نقول الشبهات. زين، انا اتذكر لما كان عندي برنامج في اسمه قراءة في موقع القطرة، مثل ما قلت لكم كنت اقرا من الرسائل الاقدم الى الرسائل الاجدد، دائما القى اسئلتك في اول اسئلة. فاول سؤال موجود كان بتاريخ هني، في بعضهم طبعا فاقدين التواريخ، ولكن ثلاثة، أول سؤال 1426. 1426، احنا 34، يعني قبل ثمان سنوات. ثمان سنوات، قبل ثمان سنوات. طبعا خلينا نتكلم عن مذابح الشيعة في العراق، يعني هم يقولون الشيخ ياسر حبيب قد يتسبب في مقتل الشيعة. بدأت المذابح تجاه الشيعة في العراق من 2003، وبلغت ذروتها الأزمة الطائفية في العراق في بين 2005-2006-2007 في هذه الثلاث سنوات، وخاصة بعد استهداف حرم العسكريين عليهم السلام. طبعا في ذلك الزمان لم يكن الشيخ ياسر حبيب معروفا على الملأ بتاتا، يعني فقط في موقع القطرة، وإعلاميا لم يكن معروفا بذلك الشكل. عرف الشيخ طبعا إعلاميا في العالم العربي بعد ما ضجت أمة عائشة حول احتفال مبارك بهلاك عائشة لعنة الله عليها. صحيح. أنا أريد أن أقول لهؤلاء الإخوة الكرام الذين يقولون بأن الشيخ بنهجه هذا يتسبب بقتل الشيعة، يعني مو بالشيخ بحد ذاته، نحن الذين انتهجنا نهج إظهار البراءة من أعداء أهل البيت، أريد أن أقول أن من استهدف الشيعة كان قبل ظهور الشيخ ياسر حبيب على الملأ، هذه أولا. وثانيا استهدفوهم لأنهم شيعة، ليس لأنهم أظهروا البراءة أو لأنهم من أتباع الشيخ ياسر حبيب، فقط لكونهم شيعة، ولكون صارت الأغلبية في العراق الشيعية لديها يعني شيء من الحكم ولديها شيء من الحرية، وطبعا هي الحكومة الصورية كما تشاهدون كما يعلم الجميع. وذبح الشيعة بصورة عامة في المنطقة كان قبل ظهور الشيخ ياسر حبيب بكثير، يعني كما هو معروف في المنطقة الشرقية سجن كثير من الشيعة. نعم. ليس لسبب يذكر. في الكويت ما أدري تتعرف أكثر من عندي أخوي عبد الله. نعم، بالكويت كذلك، تذكر الإعدامات اللي صارت بحق الشيعة من أيام الثمانينات، حجة الهجوم في مكة 13 أو 14 شخص كويتيين بحجة أنهم يبون يفجرون في مكة شيعة فقط، لأن كان هناك حرب بين العراق وإيران، كان الكويت دائما جبهة صدام ضد إيران، لأن هني شيعة عندهم هني بكريين، كان يساعدون صدام يمدونه بالسلاح وكل أنواع المساعدة، لذلك كان هناك تحامل على الشيعة بالكويت. واتذكر حتى اخواننا العراقيين اللي كانوا في الكويت بعضهم هاربين من الخدمة، ما يريدون يخدمون في جبهة صدام وفي جيش صدام، فكانت الحكومة الكويتية تلقي اقاماتهم وتحاول تلقي عليهم القبض وترجعهم الى العراق، واذا رجعتهم من العراق يواجههم اما الجيش اما الاعدام من قبل صدام. فكانت هناك حرب ومنهجة على الشيعة. وكذلك في البحرين هذا المغبور عيسى أبو هذا الحاكم الحالي حمد،
هذا مارس على إخواننا في البحرين شتى أنواع الاضطهاد والتنكيل وكذلك محاربة الشعار. إخواننا كانوا يخرجون في البحرين في مسيرات لحيون شعار أبي عبد الله الحسين والأئمة سلام الله عليهم، كانوا يرمون عليهم بالرصاص الحي، هذا قديم وهلك بالتسعينات، هذا القصير، هذا عرفت هذا القصير المكير. باكستان وأفغانستان الإجرام واضح، خاصة بأفغانستان سلاسل تاريخ في قتل الشيعة وإبادة الشيعة في أفغانستان. أخي عبد الله أحب أن أذكر شيء، أنا أحد الأخوة الأفغان يروي لي بأن المذابح في الشيعة، طبعا هذا في الثمانينيات والتسعينيات، يقال بأنه وصل الأمر بالوهابين وتنظيم القاعدة بذبح الشيعة، النساء الشيعة، وتعليق رؤوسهن من شعورهن على الأشجار، يعني وصل بهم إلى هذا الحد من الإجرام. أخي عبد الله، هل كان للشيخ ياسر حبيب يد في هذا الأمر؟ هل قالوا نحن نفعل هذا الشيء؟ بسبب أصلا الشيخ ياسر حبيب لربما كان صغيرا في ذلك الوقت. وغير هذا طبعا مظالم الشيعة ومقاتل التي جرت تجاه الشيعة كثيرة، يعني لو نقرأ ما فعله العثمانيين تجاه الشيعة، ما فعله أجدادهم العباسيين تجاه الشيعة، ما فعله قبل أيام كنت أسمع لشخص يقول بأن صلاح الدين فساد الدين الأيوبي، هو يجب أن نسميه فساد الدين الأيوبي، قتل 92 صعيدي مصري في مصر لأنهم أبوا أن يصيروا بكريين. 92,000 في فيديو كنت أبي أعرضه من واحد أحد دكاترة بكريين في مصر، كانوا يناقشون موضوع الدولة الفاطمية وصلاح الدين وهذه الأشياء، فيقول في باب واحد اسمه باب الصعايدة في الأزهر قتل فيه 200,000 صعيدي لأنهم شيعة. فهو البكري يقول، وكنت بعرضه موجود الفيديو إن شاء الله راح أعرضه في برنامج آخر، سمونه باب الصعايدة، كان يقتلهم صلاح الدين فقط لأنهم شيعة. طيب هذا تصحيح معلومته. هل الشيخ ياسر حبيب يد في هذا الأمر؟ ما أدري. يعني طيب أنتم تتهمون الشيخ بشيء ليس له ذنب به، الشيعة مستهدفون في كل أحوال. مثل هذا أحد الأخوان يقول لي بأننا كالخروف في الطهور ننذبح، الخروف ينذبح بالطهور وينذبح بالعرس وينذبح بالفاتحة وينذبح حتى بمجالس العادية عزايم، صارت احنا في كل أحوال مذبوحين مذبوحين، مقتولين مقتولين، إن أظهرنا البراءة ولم نظهرها، نحن في عين هؤلاء كفار مباحين الدم والمال والعرض كل شيء. مجرد نعم مجرد زيارة الإمام الحسين هذه كانت على مر العصور تقتل الشيعة فيها ويضيق عليهم وينكل بهم، حتى الجرائم الحين قبل فترة الجرائم اللي تصير في العراق اللي تفضلتوا فيها من سقوط صدام، السبب الرئيسي هو السياسة طبعا. السبب الرئيسي ان الشيعة حكموا، ولو ان الشيعة اعطوا مقاليد الحكم الى البكرية لما رأينا هذه المجازر التي صارت بحق الشيعة من 2003 إلى 2005، حتى ظهر شوية توازن بالقوة وظهر جيش المهدي وأبو درع اللي صار يجزر في البكريين، فصار هناك توازن قوة فارتدعوا البكريين. البكريين خاصة هذه الفئة القذرة الإرهابية اللي تفجر بالشيعة جبناء، لا عنده لا أخلاق ولا عنده دين ولا عنده شرف، ولكن جبان يخاف من القوة إذا جوبها بقوة مضاعفة، لذلك صار هناك توازن بالقوة، فهناك حدث نوع ما من حماية أو حفظ لدماء الشيعة خلال هذه الفترة من 2005. وبعدين لما جيش المهدي هم صار نوعا ما سياسي وبطل إلى هذه الحمايات الأمنية للشيعة، رجعوا مرة ثانية أبناء عائشة يجزرون بالشيعة، ونشوف إحنا كل يوم جرائم. قبل يومين صارت جريمة بحق الشيعة مات فيها العشرات بحادث تفجيري. طبعا أخوي عبد الله لو أردنا أن نستمد في هذا الكلام أو نستمر في هذا الكلام، طبعا لربما حلقات نحتاج لنبين للسادة المشاهدين مقاتل الشيعة ومظالم الشيعة، ولكن نكتفي بهذا الجزء البسيط. وأريد أبين نقطة أخرى،
يقولون بأننا نحن بهذا النهج نتسبب بالتفريق بين الشيعة، يعني كما يقال نشق عصا المسلمين. أخي عبد الله، أحب يعني أن أقول للسادة المشاهدين، طبعا هذا شيء خطأ. الشيعة نحن الشيعة يعني اللهم لعن الشيطان، كانت هناك يعني أمور كثيرة، هناك فرق كثيرة، يعني افتراق كثيرة بين الشيعة. يعني مثلا أبسط مثال في إيران التي تعتبر جمهورية إسلامية وأسسوا دولة شيعية، ولكن على أسلوب خاطئ للأسف الشديد. كيف تصرفت الحكومة الإيرانية الشيعية التي تعتبر نفسها ويعتبرون نفسهم مرجعية شيعية للعالم الشيعي كله؟ بس عددنا كبير. أقطع كلامك، ما وضحنا لما تقول إحنا نبي إن نشق عصا وحدة الشيعة على أي أساس؟ فعشان يفهم الأخوة المشاهدين، يقولون طبعا هو صار عندنا منهجين، عندنا منهج إظهار براءة العالم الأول كما يقول الشيخ، ومنهاج البراءة ولكن عدم إظهارها العالم الثاني، العالم الثالث والعالم الرابع، ذول البتريين. فصارت عندنا أربع فرق الآن بين الشيعة: عالم أول، عالم ثاني، عالم ثالث، عالم رابع. فيقولون أنتم هاد تسببون هذه التفرقة. إحنا هذه التفرقة ما تسببنا بها، هي موجودة. يعني هناك بتريين وهناك مظهرين للبراءة وهناك أصلا بكريين صاروا بعد، يعني هم أصلا يعني ما أدري ليش مسمين نفسهم شيعة ويرتدون زي الشيعي. أخي عبد الله، إن شاء الله توضحت النقطة. إيه إن شاء الله. أريد أذكر لك شيء من تاريخ إيران. كما هو معروف في زمن الخميني كان يسمى المنتظري، الشيخ المنتظري كان يسمى أمل الأمة، وكان بعنوان ولي عهد الخميني، وكان نائبا للمرشد الأعلى ويسمو قائم مقام الخميني، يعني هو ولي العهد في حال موت الخميني هو يستلم منصب إدارة الدولة. الشيخ المنتظري هو من المؤسسين للجمهورية الإسلامية في إيران، في الدولة للثورة، وكان طبعا حتى بعضهم يقولون هو أعلم من الخميني، وحكم عليه بالإعدام في زمن الشاه ولكنه أخرج بعفو. كذلك الشيخ المنتظري عنده كتاب من أربع أجزاء اسمه دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية. طبعا في هذا الكتاب أثبت ولاية الفقيه المطلقة. ما أدري السادة المشاهدين يعرفون ما هي ولاية الفقيه المطلقة أم لا. ولاية الفقيه المطلقة يعني للفقيه، يعني الخامنئي الذي يحكم إيران الآن، له ولاية كولاية الإمام المعصوم. يعني الإمام المعصوم حينما يقول لشخص زوجتك عنك بانت، فانتهت بعد بانت زوجتك، بعد ما يحتاج يروح لزوجته يقولها طالق، انتهى بعد خلاص. فهؤلاء اطوا ولاية فقيه مطلقة ونصبوه منصب الإمام وجعلوه يعني نائب الإمام ولهم صلاحيات الإمام. حتى قبل أيام ذكر لي أحد الأخوة فد أمر غريب، يعني يقول سألت أحد المشايخ من مؤيدي الخميني في ذلك الزمان، يعني حتى أشرح للأخوة المشاهدين الكرام ما معنى ولاية الفقيه المطلقة. سأله قال له صف لنا من هو الخميني، فقال له هذه العبارة بالذات كما يقول له: إن للخميني جزء من الولاية التكوينية في ذرات الكون كله. يعني ما أتصور أحد المراجع ادعى هذا الشيء أو أحد من الشخصيات ادعى هذا الأمر بأن مرجعا له شيئا من الولاية التكوينية. ما أدري يا أخوي عبد الله، نعم اشتعلم. هي أتذكر قبل فترة أصلا هذا أسد قصير، احنا نسميه بزون قصير، وكيل خامنائي، يقول إن خامنائي أفضل من أنبياء، بعض الأنبياء موجود حتى طلع على قناة الكوثر وعرفت على قناة فدك، يصف إنه أفضل من الأنبياء. عندهم عبادة هي صنمية لهذه، حتى يبينون يوضحون للناس ان هؤلاء مثل نقدر نقول اعلى من البشر، يعني يمكن دون المعصوم واعلى من البشر، يبين يخلون لهم مرتبة اعلى من البشر العاديين حتى الناس تؤمن بهم ايمان مطلق. لذلك بدت هذه يصنعون تأليه، نعم تأليه صنمية، نقول سامرية، صار هناك عبادة العجل. لذلك لا يرضون أن نقدح أو نذكرهم أو نثلبهم أي مثلبة، حتى ممكن نخطئهم ما يرضون.
طيب. يعني أي قدح إلى هذه الشخصيات صار كفر. كفر نعم. أخي عبد الله كما ذكرت أي قدح صار كفر. طبعا هذا الرجل منتظري هذا انتقد سياسة بعض السياسات للإدارة الإيرانية، ماذا فعل به؟ عزل وجعل حبيس داره وفرضت عليه الإقامة الجبرية. أنا طبعا كنت في إيران في قم المقدسة وذهبت مرة إلى دار منتظري وكان عندي شخص صديق عزيز علي قال لي أريد أن أحاول أن أتكلم مع المنتظري الشيخ المنتظري. حينما اقتربنا من المنتظري اتجه إلينا اثنين من الاطلاعات، واحد لزمني قال اشتريت تسأله، قلت له بنسأل شرعية عندي أريد أسأله، والثاني هيك يحاول يبعدنا. فدنيت إلى أنا بأسلوب يعني حكيت وياه بالعربي، هو المنتظر كلمني باللغة الفارسية حتى يوضح للاطلاعات بأنه هذا مدى مو من مراسل إذاعة بي بي سي أو أي شيء آخر، لأنه انتقد على البي بي سي الجمهور الحكومة الإيرانية. المهم هذا واحد من بيان الفرقة والاختلاف في المكان الشيعي. هل انتقد هناك شخص منتظر أو خامنئي بسبب هذه التصرفات، أو انتقد خامنئي لماذا فعلت هذا بالشيخ المنتظري؟ لم يقل هذا شيء، لم يقل شخص، لم ينتقد الخامنئي أحد. وهناك أمر آخر، مثال ثاني، تصرف الحكومة الإيرانية مع الإمام الراحل السيد الشيرازي رحمة الله عليه، ماذا فعلوا؟ يعني كثير من الأخوان ينقلون لي ماذا فعلوا بالسيد الشيرازي وأتباع السيد الشيرازي. والله أحد الأخوات ينقلوا عن والدهم قالوا أخذوه الاطلاعات الإيرانية ووضعوه في السجن، وحينما أخرجوه من السجن لم يستطع السير على قدمه، لم يكن يستطيع السير من قدمه. مرة ذكر واحد صديقي يبيع حلويات كان في قم، فنزلوا شباب مبينين شكلهم من ذول الاطلاعات الإيرانية، الجهاز الاستخبارات الإيراني المسمى بالطلاعات. فحينما نزلوا أخي عبد الله قاموا يأشرون عليه، ها باو هذا نعرفه، انظر إلى هذا نعرفه. فسألته قلت له شنو؟ قال لي هذول الاطلاعات بين مدة ومدة يأخذون يضربوني لأنهم من أتباع السيد الشيرازي رحمه الله عليه. يعني طيب هناك بين الشيعة اختلاف، الشيخ ياسر حبيب لم يكن متسببا في هذا الخلاف بين الشيعة. الشيخ ياسر حبيب يعني مو أنا لست بصدد الدفاع عن الشيخ ياسر حبيب، أنا بصدد الدفاع عن نفسي وعن المنهج الذي انتهجته. أنا أعلم بأن الشيخ ياسر حبيب لربما لا يقبل بهذا بأن إحنا ندافع عنه. أنا ما أقطع كلامك إلا بالخير إن شاء الله. أتذكر كنت جالس مع بعض الأخوة قبل فترة، على انت تفضلت ان هل هناك احنا نشق وحدة الشيعة او هناك نهج مثل ما تفضلت برائي ونهج غير برائي. قبل فترة كنت جالس مع احد الاخوة واحد الاخوان قال انتوا ابي اعرف اسألكم سؤال، قلت له تفضل. قال هل هناك انتوا تأسسون الى دين جديد؟ هو شيعي. قلت له شلون؟ قال لأن أنا يعني هل تو مثلاً تروح تسوون مثلاً، هو لا قال خلاص أنا أوضح لك إياها، هل مثل مذهب جديد مثلاً اسمه مذهب الياسري؟ قلت له ليش؟ قال يعني لأن هذا الكلام اللي تقولونه ما ذكر أي أحد من العلماء أو أي أحد من لا المتقدمين ولا المتأخرين، فأنتوا سويتوا راح تسوون مذهب جديد. للأسف عندهم فكرة أن الكلام اللي يطرحه سماحة الشيخ وإذا أسس إلى هذا المنهج البرائي يفتكرون أنه هو اللي أسسه كأن سماحة الشيخ هو اللي أطلق هذا المنهج، ما يدرون أن هذا هو منهج العلماء، منهج الأئمة، منهج السماء، هذا هو منهج البراء من أعداء الله. أصلا الإسلام نزل على أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني البراء لا إله إلا الله لازم تتبرى من كل الآلهة دون الله، فأساس الإسلام هو البراءة. ولكن سبحان الله لما إحنا تربينا ونشأنا وكبرنا على أن ما نسمع مثالب أعداء أهل البيت ولا نعرف ماذا فعلوا لأهل البيت سلام الله عليهم، لذلك الناس تستغرب تقول أن هذا الكلام أول مرة يسمعونه. لذلك تذكرت رواية عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرج عندما يخرج يستغربون الناس من الكلام والطرح المنهج، رواية تقول يأتي بالدين غير الدين، فيقولون أتى ابن فاطمة بدين جديد. ف
فيستغربون ان الكلام اللي يقوله مو سامعينه من قبل ولا مر عليهم، كأنه فعلا خرج بدين جديد. احنا الحين مو مثل ما قال لي هذا الاخ منهج ومذهب ياسري، ولكن حيينا فقط كلام اهل البيت سلام الله عليهم اللي موجود كان في الكتب احياء سماحة الشيخ، واحنا خرجنا مع سماحة الشيخ وساعدناه في هذه الثورة البرائية، ولكن سبحان الله ليومك هذا الناس هو مقتنع ان هذا هو منهج السماء ومنهج الائمة سلام الله عليهم. لذلك انت قاعد تتفضل تقول يشقون الوحدة او عصر الشيعة. نعم اخي عبد الله، بس طبعا هذا الكلام ليس بالجديد، هذا الكلام موجود ولكنه للاسف الشديد مطمور. يعني فضيلة الشيخ ياسر حبيب كان بشخصه كمن كان هناك فانوس ووضع عليه مثلا حجاب ورفع هذا الحجاب، الأمر كان موجودا والكتب كانت موجودة، ولكن للأسف الشديد خطباءنا خوفا على أنفسهم وربما خوفا على مصالحهم الشخصية لم يظهروا هذا الأمر للملأ، لم يظهروا بأن أبا بكر في النار. يعني أنا سأذكر لك مثال، يعني أتذكر كنت مرة واحد جاب لي مجموعة سيديات اسمها الكفاية، هذا الكفاية مجموعة سيديات طلبة الحوزة كل، يعني تريد تدرس منطق تلقى مثلا كمال الحيدري يدرس منطق، تريد الشيخ الفلاني، فأنا كنت أستمع محاضراته بالمنطق. أول أو ثاني محاضرة إذا كان سيدي للأسف ما موجود عندي هديته، يقول يذكر في أهل النار ويقول فلان وفلان في التابوت في النار، ويذكر مقامهم في النار، من هم؟ أبو بكر وعمر لعنة الله عليهم. هذا كلام موجود وهم يذكرونه ويعرفونه، ولكن طمروه ودفنوه لم يذكره الناس. الشيخ يا حبيب أظهره على الملأ. والله العظيم أخي عبد الله أنا من أشد الناس حرصا على سماع المحاضرات الدينية، كنت أستمع وحريص جدا على استماع محاضرات الشيخ الشيخ الوائلي. والله العظيم أخي عبد الله لم أسمع يوما الشيخ الوائلي ذكر مثلا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قتل مسموما على يد زوجته عائشة وحفصة بأمر من أبو بكر وعمر، لم أسمع هذا الأمر، سمعته من فضيلة الشيخ ياسر حبيب، نزلت هذه المحاضرة علي كالصاعقة. عندها لماذا أنا كنت في هذه السنين كلها مضلل؟ أليس الشيخ الوائلي مأثوما بهذا الأمر؟ أنت الحين شوية قاعد تتكلم على موضوع أنا محضر برنامج كنت على الوائلي، ومفروض أصلا اليوم هو يكون برنامج عن الوائلي، ولكن لما أنت تفضلت هني لندن فحبينا نتكلم على موضوعكم وتاريخكم البرائي ولماذا انتهجتوا هذا النهج وصار الموضوع، ولكن أنا كنت محضر برنامج كامل عن الوائلي. انت قاعد تتفضل تقول لماذا لم يذكر سم الرسول صلى الله عليه واله من قبل زوجتيه، احنا ما نبي يذكر هذا شيء، يعني صعب المنال انه يذكره، احنا نبي ننزل دون ذلك بكثير، نريده فقط لا يترضى على ابو بكر وعمر. هذا الشخص البتري سبحان الله خلى انت واحد من الناس اخونا تربيت على هذا المنبر، وحتى بعض الاخوان اللي شاركونا في قناة فدك واصدقائنا مهما تذكر له من انحرافات هذا الشخص، ولكن يقول انا بما اني ترعرعت على هذا المنبر ولكن لا استطيع ان اخرجه من قلبي. راح ان شاء الله نعرض لكم برنامج، يمكن ان شاء الله تشاركني فيه هاليومين ان شاء الله. احنا اعتقد عندنا غدا برنامج البرنامج الاسبوعي محاضره سماحه الشيخ، وبعد غد البرنامج البث المباشر لسماحه الشيخ، ممكن يوم الاحد اذا كان في مجال نطلع، وإذا ما فيه يصير يوم الاثنين، أم إذا كان يمكن يوم الاثنين أتوقع تكون فرحة الزهرة إن شاء الله وهلاك عمر، فممكن نحاول نحط لنا وقت نطلع نكمل هذا برنامجنا، وأنا محضر الكثير من المواضيع والفيديوهات اللي محاضراته اللي تثبت أن أنت لما ذكرته ترى
يعني ذكرتني باللي كنت أبي أقوله اليوم. على العموم مو بس الوالي ولا يعني ولا المراجع ولا مسؤولية الخطباء، الكل قصر في هذا الموضوع. أنا بصراحة يعني وبيني وبين الله، موضوع أنا الصراحة أحمل الكل مسؤولية، كل واحد من مهمته بناء المجتمع وتنشئة الشباب على النهج البرائي وما ذكر هذا الشيء على العلن، أنا أحمله المسؤولية إذا كان يعني ما عنده أسباب وظروف الشديدة الصعوبة، أحمله المسؤولية. إذا كان هناك بس فسحة من المجال إنه يذكر هذا الشيء وما ذكره، راح يتحمل مسؤولية يوم القيامة. أخي عبد الله، أنا أحب بس أقول لك شغلة واحدة، بأنه هذا الرجل الذي الخطيب الذي سيصعد على المنبر ويتكلم في يوم استشهاد رسول الله ولا يذكر تفاصيل استشهاد رسول الله، يعني أريد أسئلة سؤال: بماذا ستجيب غدا فاطمة الزهراء ورسول الله صلى الله عليه وآله حينما يسألونك وفي يوم القيامة لماذا أخفيت هذا الأمر؟ يعني لازم يعد جواب. يعني صراحة أنا في هذا الأمر ما عندي جواب لرسول الله صلى الله عليه وآله. لو سألني يوما لماذا أخفيت هذا الأمر عني، أنا سأظهر هذا الأمر وأبقى على هذا الأمر، وإن كلف ذلك الأمر رقبتي، أنا هذا رقبتي رخيصة دون رسول الله صلى الله عليه وآله. أخي عبد الله، بس أريد أوضح لك مسألة. نحن في هذا الزمان، يعني ليش انتهجنا منهج البراءة، في هذا الزمان نحن نلعب كلنا بكارتات مكشوفة، نحن أمام الكل، نعرف عن الكل ما شئنا. يعني يكفي أي إنسان من عندنا يكبس على هذا الجهاز الموجود الحاسوب ويطبع على الإنترنت، يريد أي موضوع، أي كتاب، أي شيء، يظهر له ما يريده وما لا يريده في هذا الموضوع. فإحنا إن أظهرنا البراءة وإن لم نظهرها نفس الشيء. أنطوان الروسي الله يذكره بالخير قال لي شيئا، قال لي حين حاورت أحد البكرين وقال لي: ماذا تقول في عمر؟ هل عمر كافر في رأيك؟ قال: صرت أنا أمام خيارين، إما أقول له بأن عمر كافر فربما يضربني ويؤذيني، أو أقول له: لا لا نعتقد بهذا وتمارس التقية، فيقول لي إنك كذاب، هذا موجود في كتبكم. يا هو الأفضل، أنا أكون كذابا أمام الناس؟ لا، أظهر البراءة وش يصير خلي يصير. أنا في كل الأحوال هو هذا الشخص يكرهني، شو أسوي له؟ أكثر من هذا ما أقدر أسوي له شيء. نعم أخوي عبد الله. احنا راح نتكلم هذا الموضوع، ولكن لو تلاحظ احنا برنامجنا، هذه البرامج اللي اطلعها انا، هي تعتبر برامج حوارية ومشاركة للجمهور، وحبينا الاخوان يتداخلون بهذا الموضوع، وبعدين نكمل النقاط اللي عندك. ما شاء الله عليك، الظاهر عندك كلام له نقعد ساعتين بس انت تتكلم ما تخلص، فنحاول نعطي مجال أخي للاخوان. عبد الله، أنا يا ريت أتمنى من المشاهدين الكرام الذين يعارضون هذا النهج يتصلون علينا. نعم، بعد هذا نداء وطلب من الأخ فاز الجبوري اللي عنده اعتراض على منهج البراءة وعنده إشكال على الطرح هذا، إن شاء الله يجاوبكم الأخ وإحنا نناقشكم إن شاء الله. والهواتف موجودة الإخوان، مخلينهم على الشاشة، تقدرون تتصلون وتشاركون، وإن شاء الله نعطيكم مجال لمداخلة، وبعدين نكمل موضوع عنده بعد الأخ فائز أكثر من نقطة. ومثل ما قلت لكم، إحنا اليوم كان موضوعنا، كنت مخصص برنامج حتى لأن طلبات كثيرة من الإخوان جتنا على موضوع ليش دائما تناقشون الوائلي وتتكلمون عن الوائلي، محضر كنت برنامج، ولكن لأن شرفنا الأخ فاز الجبوري من سويسرا، وأعتقد راح إن شاء الله تقيم في لندن إن شاء الله. فضل دعاكم إن شاء الله. إن شاء الله. أخي عبد الله، طبعا بس نعم. أقاطك بالخير، الأخ جابر الأسدي ممكن أنت تاخذه، تفضل. السلام عليكم يا أخي جابر. مرحبا. عليكم السلام عليكم، أنا أخوي أستاذ فايز، شلون صحتكم؟ أهلا وسهلا ومرحبا. أولا مش حاج عبد الله، شلونك أخوي؟ حياك الله يا هلا أخونا جابر، حياك الله. عظم الله أجوكم هذه الأيام الفظيعة حقيقة، ونقول لكم مأجورين وتسلمون على المقطع شيخنا الأستاذ حفظه الله. حقيقة يعني يا أثار سجون، والله أسرع عمره طويل، الله يحفظ الجار الزهراء والمحسن عليهم الصلاة والسلام.
سلام الله عليك. والله اشتقنا لطلة اخونا الحج الاستاذ فايز، لانه صار فتره ما طلع وياكم، اليوم الحمد لله منوح والله، ويهمكم انتم الحج عبد الله. حبيب مشكور ما قصرت يا اخوي. عزيزي اخوي الاستاذ فايز، المعلومات اللي تفضلتوا فيها حول الشخص المدعو منتظري يزيد المنتظري اللي كان نائب الخميني، ترى على فكره في الذهن العام معلومه، انتم بعد سيد عارفين، لكن نقولها للمشاهدين. في الذهن العام ان منتظري، واحنا كنا الى فتره متعاطفين معاه، كنا نعتقد انه هو يعني زين، يعني الى ان اكتشفنا مصايب. طبعا احنا خذينا المعلومه من السيد مجتبى حفظه المجتبى الشيرازي ابو زر زمانه، وبحثنا بزياده، اكتشفنا انه فعلا ان هذا الشخص يعني لا يقل سوءا عن الخميني. مهما هذا، يعني شخص صوفي، كتاب الغازي الانجام معروف هذا، وكتاب تقريض على كتاب شهيد جاويد للمدعو نجف عبادي، واللي فيه ينكر علم الامام، وهذا فعلا طلعنا، وهذا الشيء يعني ينكر يعني قضيه موقفه من الزهراء عليه السلام في قضيه فدك، لما قال ان الزهراء كانت غلطانه في قضيه فدك، وان هذا مو حقها، وان حديث ابو بكر اللي كذا في على رسول الله يقول فيه نحن انا ورثنا الصدقه وغيره، هذه معروفه. بالنسبه للمدعو الوائلي هذا احمد الوائلي، خو معد ما شاء الله من فتره، يعني خو موضوع اشبع بحث، ان شاء الله عن قريب نشوف اخونا حج عبد الله والله اخياس ان شاء الله بزياده. الوائلي بكري 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 وليس بشيعي، بتشوف بالعباس اقول لك ما هو شيعي. رجل يعني لاحظ محاضراته حج الاستاذ فايز، حج عبد الله لاحظ محاضراته، يطلع لي الامام ابو حنيفه، الامام مالك، الامام القرطبي، ومن يتكلم عن العلامه المجلسي، إيه المجلسي الكليني كان قاعد ربعه وياه بالديوانيه. يعني ما يقول مثلا العلامه الكليني العلامه، اقول اخوي جابر في أوه. انا كنت محضر كتاب من كتب الوائلي اشد من كلامك هذا، بنفس الفقره حتى انا مدونها قاعد يقول الامام ابي حنيفه محمد بن عبد الوهاب، زين الإمام أبي حنيفة، وبعد شوي نقل عن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب ما كتب يمه إمام، زين، وأبي حنيفة كتب عنه إمام، بنفس السطر راح أطلع لكم إياها بهذا من أحد كتبه. يا حبيبي إذا يدافع لي عن سيد قطب، طيب الله حظه حظ سيد قطب، إن شاء الله كله راح تطلع على سيد قطب. نعم أنا ما أخذ وقت البرنامج، خوش نترك فرصة الإخوان وأسألكم دعاء حبايب. مشكور أنا. مشكور أخونا جابر عزيزي. أحسنت بارك الله فيك. إحنا لما نطلع في قناة فدك وننتهج النهج البرائي، لازم أي شيء يشوب هذا النهج ويعارضه، خاصة من الوسط الشيعي، لازم نوضح للناس أن هؤلاء لا يمثلون التشيع، لا يمثلون هذا النهج، هو نهج الله ونهج أهل البيت سلام الله عليهم. فلما يطلع لنا واحد ويعارض هذا الكلام اللي هو كلام الرسول صلى الله عليه وأهل بيته، فلازم نوقف هني، ولازم نقول إن الإخوان هذا ما يمثلكم، ونحط نقطة هني حتى الناس تعرف من هذا الشخص وما هو منهجه. طبعا أخوي عبد الله، هناك مسألة كثيرين من الناس يقولون لي، يعني يقولون بأن الشيخ ياسر حبيب ليست له شعبية. أنا أقول دائما هذه المفروض نناقشها على حدة لأنها تطول، بس نحاول نعطي هذه الشعبية، هذه شيء ثاني راح لازم نتكلم عليه. بس أخذ الأخ عاطف من الجزائر. السلام عليكم أخي عاطف. السلام عليكم أخي عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وعظم الله وجوركم. أجركم أعظم إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. حياك الله أخوي فايز. اهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. مرحبا يا اخي، كيف الحال؟ الله يسلمك. طيب الحمد لله بخير. الحمد لله. انا باختصار شديد يا اخي، يجب على الرافضه الذين يعيشون في الخارج ان يجعلوا قضيه الزهراء ان ينشروها في المحافل الدوليه، لان الشيخ سماحه الشيخ حفظه الله اعلن الثوره العلميه، ولكن الرافضه الاقل نقولوا احنا البركه في القليل. 313 رجل اذا تحركوا والله العظيم يزعزعوا الشعوب ويزعزعوا الدول والكيانات. فللاسف الشديد الشيعه لم يتحرروا او مقيدين في افكارهم. كل يوم بغنا كما نقولوا احنا كل يوم بعقليه خلاف، ما كاينش عقليه ثابته. للاسف الشديد يشكون في انديه، يشكون ازمه الشك هذه، ازمه الشك هذه، الافه الشك هذه،
للأسف الشديد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعذاب. أنا نتمنى إن شاء الله كما نقولوا إحنا يد واحدة ما تترفقش، يجب أن يتحدوا ألا يسكتوا على الباطل، وأن يفضحوا هذا أبو بكر نعمة الله عليه وعمر نعمة الله عليه، أن يفضحوهم في المحافل الدولية، وأن يجعلوا هذه القضية هذه أساس حياتهم كالأكسجين كوقود، يعني كوقودنا إن شاء الله. يجب أن تكون لهم كالمطالب البيولوجية، وأن لا يتكلموا في الفراغ. أنا أدعوهم إن شاء الله أن يعيشوا بالزهراء سلام الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا حرقة قلب، يعني يجب أن ننتقم للزهراء سلام الله عليها، يجب علينا أن ننتقم، يجب على كل شيء أن لا ينام حتى يفكر كيف ينتقم للزهراء سلام الله عليها. يعني هذه الزهراء سلام الله عليها يفعل بها هذا الشيء حبيبة رسول الله؟ يأتي عمر يضربها على وجهها ويرفسها برجله مرتين ويضربها بالصوت، هذه امرأة ماذا يعني؟ يعني عندنا مثل بالعراقي أخي عبد الله يقول، يعني هذا أذاني كثيرا أخ عاطف، عندنا مثل بالعراقي يقول إذا تريد تهين رجال دز عليها مرة، وإذا تريد تهين مرة دز عليها طفل. إذا الرجل إذا شتمته امرأة عندنا نحن العرب لا يردها، يقول لك مهما يكون هذه امرأة ضعيفة اتركها ما تجاوبها، ممنوع تجاوبها. إذا أجابها لو حاول يضربها يعتدي عليها راح يتأذى. أنا أتذكر يعني بالعراق إذا واحد مثلا يعتدي على امرأة يعني يتأذى هذا الرجل، يضرب يعني بصورة مو طبيعية. النساء لها كرامة لها قيمة عند العرب، ولكن هذا ما أدري، هذا حتى لا ليس أعجمي ولا بشر. الأمر من هذا أن هذه مظلومية مخفية للزهراء، ما حد يذكرها، وإذا ذكروها حتى ما يذكرون اسم عمر ولا على استحياء المغيرة ولا خالد بن الوليد ولا عبيد الله بن الجراح ولا قنفذ اللي هجموا وضربوا الزهراء سلام الله عليه. هذه يعني اللي يعني حزب القلب أكثر من أن نفس الهجوم، أن هناك تجاهل لقضية الزهراء. أخذ الأخ موسى من ديالة. السلام عليكم أخي موسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. شوكم عزيزي. أهلا وسهلا مرحبا بخير بعافية. الحمد لله. إن شاء الله دومكم بخير. الله يسلمك. الله يسلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الله أعداءهم إلى أبد الأبدين، لعن الله صنم قريش وجبتيهما وابنتيهما. أريد أنه إذا ما يكون عليكم زحمة أريد ألقيكم هذا الشعر، وإن شاء الله يجي أنه مطابق إلى الموضوع الجاي السولفمي، يعني تقريبا أنه مطابق هذا الشعر. يقول إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يسمى بالسعودية. يقول هيئة للمنكر مسوين الجماعة، وهي شغلتهم مكيسوا بها ليك من تزور النبي وتبوس الضريع، تلزم الشباك ويضربك بديك، لا تبوس القبر لا تشركي حاج، شلون عين صخل ويصيح عليك، أدري أبوسا ياهم محمد وهاب، شلون أبوسا قائد الهتلية، كون هفة براسة بن عالي المعادة على راسه وراسة بن تيمية، وفتوعدهم لا تشاهد أي قناة، فتوعدهم لا تشاهد أي قناة إلا وحدة بأمر من مولانا ولن مال سعود هاي حلل وراتانا، وفتوعدهم أبد للزور نبيك عاين الراتانا ساعة وهزز جسمك وديك، وفتوعدهم حرموا تلطم الشيعة وحلل ورقصة الدحة، يعني يصعد شيخ من عدهم كبير والجماعة يصفقوا له وهو يرقص على البعير، وفتوعدهم كون بالدراسة بجداشة قصيرة، وإذا 5 سنين تدرس كفها سويها رقبتك، يعني إذا مجتهد كلش بس وصل خليها برقبتك، وفتوعدهم دير بالك تبتل تسوي زلاطة، الطماطة خيار ما يصير تجامع لأن الطماطة مؤنث والخيار مذكر، وفتوعدهم دير بالك تسوي زلاطة الطماطة خيار ما يصير تجامع، هاي براي الشيخ عندهم حناطة، انت بربك شايف يوم خيارة تغمز للطماطة، وفتوعدهم لبن جبريل السخيف
ذبحوا أهلك حتى كلهم وقتلوا أهل القطيف، لأن شيعة ذولا، لأن شيعة علي ذولا يعني كلهم مشركين، وكل ذنبهم شيء يحبون الحسين. إن شاء الله هالسنة نجيكم، إن شاء الله هالسنة نجيكم مثل جيش الأربعين، 18 مليون تمشي تزور أبو القاسم وآل الطيبين الطاهرين، 18 مليون تمشي تزور أبو القاسم وآل الطيبين الطاهرين ونعبر المراقد يعني شردوا، لأن الشيعة كلش قافلين، اللي يحصل شردة يشرد، اللي يحصل شردة يشرد. لو يسوي مثل جد ذاك ابن العرس لما شاف علي أمير المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنتم. أنا طبعا كنت أتمنى نسمع اتصالات من الإخوان الذين هم معارضين لهذا النهج، يستفسروا يسألوا يعرضوا ما لديهم يعني من بضاعة. أخوي عبد الله تسمح لي أطرح هذا الموضوع؟ بأنه طبعا الكثير للأسف يقولون بأن الشيخ ليست له شعبية. أنا أقول لا، أعرف الحق بالرجال، أعرف الحق تعرف أهله، وأعرف الباطل تعرف أهله، هذه قاعدة، ونحن أتباع الدليل حيثما مال نميل. أنا أصلي بناء على دليل، أصوم بناء على دليل، أحج بناء على دليل، كل أفعالي ببني على دليل، وانتهجت هذا النهج البرائي بناء على دليل أيضا. أخي عبد الله، أنا لا أبحث عن من له شعبية ومن ليست له شعبية. أنا لو كنت أبحث عن الشعبية، المطربين لهم شعبية كبيرة، لاعبين كرة القدم لهم شعبية، الممثلين لهم شعبية أيضا، يعني لازم ذولا أركضهم واتبعهم هؤلاء الذين معظمهم بل كلهم فسقة وفجرة، يعني شنو ما أدري، يعني بس أريد يفهموني هذا الأمر، كيف يعني يقولون لي اتبع إلا شعبية؟ شعبية إلا مو كل اللي عندهم شعبية وناس صالحين. علي بن أبي طالب أيضا عليه السلام بعد السقيفة لم تكن له شعبية، يعني حين طلب من أنصاره أن ينصرون جاء كم نفر يعدون على بلا صابع. هذه راح توقف فيها النقطة كثيرة أخونا، بس عندنا اتصالين. الأخ أول شيء ناخذ عباس من الكويت. السلام عليكم أخي عباس. السلام عليكم، يعطيك العافية أبو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحمة الله والديكم والدي مشاهدينكم وسامعينكم الكرام. حياك الله. رحمة الله والديكم كلكم. أخوي إذا تكرمت أنا بسأل سؤال، الإيرانيين هذول شلون طلعوا؟ 48 48 إيراني اللي صادينهم جيش الحر، شوف شلون طلعوا؟ طلعوا على دماء منه الشيعة، الشيعة اللي يذبحوا الشيعة العراقيين 330، هذه اتفاقيتهم، زائد 2130. ليش المظاهرات هذه صارت؟ ليش الفيلم سووه؟ علشان ان ايران تفرج عن تبقى في هذولي، ان يطلعون من الجيش شو اسمه الارهابيين الموجودين من العراق، تبقى الايرانيين العراقيين حتى هذول يطلعون، زائد انه شنو؟ ان يعطونهم فلوس، هم يعطونهم فلوس، هم مطلعين العراقيين اللي قاتلين العراقيين الشيعة الابرياء. شوف الاحكام اللي صادره بحقوق 330، شنو الاحكام اللي صادره؟ ما يقولون الاحكام اللي صادره، ما يتكلمون عنها، بس يقولون احكام صادره، بس شنو؟ يا اما مثل مؤبد او 25 سنه، هذول يدينهم ملطخة بالدماء الابرياء، لان ايران بغت كذي، الحكومه الايرانيه الاجراميه بغت. مثل عندنا شنو؟ ابو سفيان ومعاويه ويزيد، ابو سفيان خامنئي، معاويه منو اللي بلبنان هذا اللي حط عمامه سوداء، اللي عندك بالعراق منو يزيد هذا الصدر، هذول هم يمثلون، هذول قاعدين يضربون محبين اهل البيت، هذول دينهم كلهم ملطخه ويدهم ايش قاعد يصير على الباكستان. اذا شو اسمه ينقتلون الشيعه من نيو طريق، وناس تصلي، ناس تدش المساجد ينقتلون يوم الجمعه، يوم شو اسمه وفاه نبينا محمد، وين الشيعة هذول؟ وين المراجع هذول؟ ما في مرايين؟ يعني مشكور اخونا عباس على مداخلتك، بارك الله فيك، رحم الله والدينك. ناخذ حياك عباس. اخونا عباس شوي احنا لان عندنا اتصالات ثانيه فما يخالف حط مجال لاخوانك. مشكور. ناخذ عزام من الجزائر. السلام عليكم اخي عزام، تفضل. مرحبا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو عزام من الجزائر. السلام عليكم اخي عبد الله وضيفك الكريم. حياك الله. السلام ورحمه الله. سلامي الى شيخي الحبيب. حياك الله يا اهلا. عندي مداخله حول هذا العلماء الذين اساءوا الى النبي واسرته الطيبه الطاهره والى شيخنا الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم في عافية منا، وارحمنا بهم ولعن آدام أجمعين، سيما أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة عليهم لعن الله. ولو أنما الذي سأقوله مر سماعه، الجرو الذي ينبح قبل أبيه وأمه سرعان ما يصبح صيدا سهلا لذئابي. وهذا ردا على الزغبي الذي رأى في منامه شيخنا الحبيب في صورة حشرة، ولقد نشر هذا الأمر في مجلسه وأذاعه بين أتباعه ومريديه، ولا شك أنه باستشارة من بعض الدجالين أمثال الخسيس ومن أشبه، وأرادوا من خلال ذلك إهانة الشيخ وتحقيره، وأول رؤيتهم على الحدس والظن وتخيلة الشياطين. ولكنهم تغافلوا عن حقيقة أن بعض الحشرات كانت لهن أدوار كبيرة في حل المشكلات العويصة وتبيان بعض الحقائق التي كانت مخفية على كثير من الخلق، وقد ذكرها الله ربنا عز وجل في كتابه العزيز ومدحها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلاهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، الآية 14 سورة سبع. هذا كان في حق نبي الله سليمان. أما فرعون النمرود فكان هلاكه ودماره بسبب حشرة سلطها الله عليه من شدة غروره، كما هو حالكم اليوم، بحيث بنيتم مشروعكم العلمي على الأحلام والمنامات، وسولت لكم وأنفسكم الأمارة، وبينت لكم أن الشيخ الحبيب حشرة، وفي الحقيقة هذه منقبة له لا مذمة كما تزعمون. وأحسن ما قال في هذا المعنى شعرا: ولا تحقرن كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقاربين. وسأنبئكم من هو الشيخ ياسر الحبيب، فإن سماحته قلعة لا يمكن اقتحامها، ولقد أبطل جميع أحلامكم ومناماتكم وتخيلاتكم الواهنة، وظننتم فيه ظن السوء عليكم دائرة السوء، ولقد جربتم ذلك أكثر من مرة أن تقفوا في وجه تعاظم أمره وتقدمه، لكنكم فشلتم وما تمكنتم، فقد أفحمكم، لأن مكانة الشيخ محفوظة في قلوب الأحرار. زيادة على هذا، فإن قناة فدك أصبحت في هذا الزمان قبلة، وإمامها الشيخ ياسر الحبيب، وكل من زار عن هذه القبلة بطلت صلاته، على رغم أنوف الزغب والخسيس ومن أشبه. وما سكنتم بجوار الأمراء والملوك إلا طمعا في أن يتفضلوا عليكم من فتات موائدهم، لأن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكون لكم في أبوابهم ذل. ماذا تأملوا من قوم إذا غضبوا جاروا عليهم، وإن أنتم أرضيتموهم ملوا. فاستعن بالله يا زغبي ويا خسيس عن أبوابهم كرما، إن الوقوف على أبوابهم ذل. وكل من يبني بيته بجنب الوادي فلا يمني نفسه بالنجاة في فصل الشتاء عند تهاطل الأمطار. إن أهل البيت عليهم السلام، إن أهل البيت عليهم السلام كالبحر يبقى فيه سوى الأشياء الحية، أما الجيفة أمثالكم فستخرجها الأمواج إلى الشاطئ لتصبح طعما سهلا للوحوش. إن الزمان يفعل بالرجل الحر كما أن حجر الرحى يطحن حبات القمح ويلاطفها. نحن شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام لم نرى خيرا من هؤلاء العلماء أمثال الزغب والخسيس وغيرهم، ولم ينفعنا في أي شيء. إنما رأينا من أئمتنا المعصومين الأطهار عليهم السلام كل الخير، كل الخير، نعم كل الخير، ولقد نفعنا في كل شيء، ولقد نفعنا في كل شيء، لأن طلعتهم البهية تأخذ بجميع القلوب. إنهم من نسل النبي الذي سجدت له الملائكة. ولقد نبأتكم من قبل في إحدى المداخلات عبر هذه القناة أن لساني كالسكين الحاد والقاطع، وسأقطع به ألسنة كل من يسيء إلى شيخنا ياسر الحبيب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله. ناخذ أبو حسين من بيربنغهام. أهلا وسهلا أبو حسين. السلام عليكم أبو حسين. حبيبي
تفضل اخي ابو حسين. نعم نعم وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اريد عن امره. نعم. اللهم لعن عمر. العن. العن. اللهم. طبعا تربية رافضية ما شاء الله. بارك الله بكم بهذه التربية. أبو حسين صاحبنا من بلد رافضي طبعا. كان بكري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أخي أبو حسين. ما شاء الله هدت ربي ابنك عرفت من هسه بارك الله بك. ان شاء الله رافضية وللأبد ان شاء الله. ان شاء الله اجمعين. الله يسلمك رحم الله والديك. ماجورين ماجورين. هذا حسين انه قال اريد اتصل بعمه واريد العن عمر. والنعم من حسين ومن ابو حسين. الله يحفظك الله يسلمك. حياك الله. بس ما ادري اخ عبد الله وديت لك رسالة الظهر. ان شاء الله ان شاء الله راح نجاوب الجواب اذا بنصل ان شاء الله. بارك الله فيك يا ابو حسين رحم الله والدينا. حبيبي ما انقاطعكم. حياك الله. حياك. هذا شوف لما انت قاعد تتكلم على شعبية سماحة الشيخ الحبيب، احنا بدينا باربع خمس انفار في هذه الايه وهذه القناة، وكان حتى يمكن برنامج سماحة الشيخ اللي بالبداية يعني اذا طلعنا ساعتين الناس طالعنا بس مو عارفه ايش تتكلم، بس يسبون وهذا مو عارف، بس بكرين يسبون متضايقين الشيعة مو عارفين شنو هذا النهج. ولحين كان عند فعلا كان شعبيتنا بسيطه، ولكن تمدد هذا النهج واصبح يتوسع. المجلس هني سماح مجلس سماحه الشيخ يمتلئ يوم السبت. الاتصالات صرنا ما شاء الله، اذا فتحنا مثل برنامج خاصه اذا كان برنامج بث مباشر لسماحه الشيخ، يعني لو نقعد خمسة أو ست ساعات فقط ناخذ اتصالات ما تتوقف الاتصالات اللي يبون يناقشون سماحه الشيخ. قناه استمرت بحدود الحين بعد شهرين يصير سنتين لقناه فدك ما شاء الله. بتمويل الناس الشعبي نجحنا بالعمل الشعبي. فلما انت تفضلتوا ان سماحة الشيخ ما له شعبية، الحين نقدر نقول ان صارت شعبية سماحة الشيخ تخاف منها الدول والأنظمة والأحزاب. لذلك لو تشوف خلال الفترة الأخيرة حكومة إيران عملوا في مظاهرة تحت مبنى هني القناة، مظاهرة من قناتهم اسمها بريس تي في ضد سماحة الشيخ وضد قناة فدك. وقبل فترة كذلك أثناء المسيرة الأربعينية في لندن نفس الأشخاص تقريبا مدعومين من سفارة إيران في لندن حاولوا التشويش على سماحة الشيخ. لذلك الحين فعلا شعبية سماحة الشيخ صارت تهدد الأنظمة وتهدد مصالح دول. عندنا الأخ أبو فدك من العراق، أخذه وبعدين كمل. السلام عليكم أخي أبو فدك. أبو حيدر. أبو حيدر سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي فايز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخوي عبد الله ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا أخونا أبو حيدر. يا هلا والله. عظم الله أجورنا وأجوركم. أجركم أعظم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعافي فرجهم ولا على عدائهم لا سيما أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة وعثمان وهند وأم الحكم ومن لك تلفهم. أخويا فائز. نعم. برنامجكم البكرية والبكرية اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي من علينا بسماحة الشيخ ياسر الحبيب المحترم وقناة فدك. حقيقة نحن كنا من البكرية وأنا ساكن محافظة كربلاء المقدسة. الحمد لله الذي مدنا بهذه القوة والشجاعة، شجاعة محمد وآل محمد ونصرة محمد وآل محمد. سماحة الشيخ ياسر الحبيب الله سبحانه وتعالى جعل إن منارة إنه لكثير من الأخوة. الحمد لله. أخوي عبد الله أحب أن أبشرك محافظة كربلاء المقدسة هناك زوار كثر، ومنهم هذه العائلة اللي العائلة الكريمة من البصرة. حقيقة يعني أول مرة أشوف عائلة تجي من 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 خمس أو أربع أشخاص كلهم يتبرعون، كل هذه العائلة يتبرعون صح المبلغ $200 أو $180 أو حقيقة هذا أنا بيتي مثل عائلتي فد 10 أو 5 أو كل إحنا مو
اكو اختلاف هذا نائب سماحة الشيخ خاسر الحبيب وهجة الكرام هذا مختلف هذا بس الحمد لله والشكر هذه العائلة القدوة من بشرة إن شاء الله أهل العراق كلهم يحضرون هذه العائلة الكريمة من البصرة الأخوة المحترمون والحمد لله إن شاء الله يجعلنا وإياكم من أخوة محمد وآل محمد اللهم صل على وإياكم من أخوة أحسنت أبو حيدر بارك الله فيك الله يخليك وماجوري فهذه هذا واحد من الأخوان أبو حيدر ترى يقول أنا يوم من الأيام كنت بتري تو يقول الأخ اللي اتصل اللي خلى ولده يلعن عمر ترى هذا هم كان من الأيام كان 180 درجة ضد سماحة الشيخ الحبيب ولكن عندنا صديقنا الأخ أبو عبد الله من بيرمنغهام أخذ محل وكان في جيرانه هذا هم هذا عنده محل وهذا عنده محل فكانوا يتناقشون وعنده الأخ اهتمام شو بالدين والحمد لله الله وجهه التوجيه الصحيح وصار وفقه إلى النهج البرائي وصار من البرايين ويجانا قبل فترة هني في الزيارة ما أكثر من مرة يجي لزيارتنا هني أخي عبد الله خلي أقول لك شغلة أنا ما أبحث عن الشعبية أن لو كان الشيخ ياسر حبيب طبعا أنا مو دفاعا عن الشيخ ياسر حبيب يعني لو أي شخص كان ينتهج نهج الشيخ ياسر حبيب وبهذا أسلوب الشيخ ياسر حبيب لاتبعته لو كان وحده شرط أن يكون له الدليل نحن أتباع الدليل حيث ما مالنا ميل هذا مقولتي دائما أنا أقولها بس هناك مسألة أخوي عبد الله طبعا هي مثيرة للسخرية طبعا أكو شيء جميل هذا على شريعتي يقول هناك نوعين من نوع ال شلون يقولون الاستحواذ أو الاحتلال نوعين أكو هناك استعمار وهي دولة مثل بريطانيا وأمريكا تدخل إلى بلد وتبدي تستعمر وتأخذ تمص دم هذا البلد وهناك نوع آخر يسمى الاستحمار بالحاء مو بالعين الاستحمار وهو الضحك على الذقون والكذب وقول كلام تافه مثلا يقولون بأن الشيخ ياسر حبيب ونحن أني وأنت وكل منتهجين لهذا النهج نحن عملاء ومدعومين من قبل المخابرات البريطانية أمريكية إسرائيلية الهندوسية الكويتية ماسونية بعد ماكو ما أدري من يدعمنا بعد من ذول الأسماء الغريبة ظل واحد ما يدعمنا هذا ترى سالفة هذه بروحها سالفة جديدة فتحت لنا كل شوي قاعد تفتح لنا سوالف جديدة بس خذ الأخ مقداد سيد مقداد الحلو نرجع مرة سيد مقداد الحلو تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتنا الأخ عبد الله خلاص وضيفه الأخ فارس الجبوري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأمة الإسلامية ومراجعون العظام وعلى رأسهم ونعز إمامنا صاحب العصر والزمان الحج المنتظر عبد الله تعالى فرجه الشريف ونعز الأمة الإسلامية ومراجعون العظام بهذه المناسبة الأليمة أجركم أعظم إن شاء الله ألو نعم 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 نسمعك وأوافق الأخ موسى من ديالة عندما يقول سمعتي سائرين ونهدم أركان آل سعود وأقول سعود يشرد يوك الشيعة سعود يشرد يوك الشيعة سعود يشرد يوك الشيعة سعود يشرد سعود يشرد يوك الشيعة أحسنت مبارك الله بي. نعم أنا طبعا كنت أتمنى السادة الذين معترضين على النهج يتصلون كلهم مؤيدين لهذا النهج ما شاء الله هذا يثبت بأن الشيخ عنده يعني هذا النهج عنده شعبية الحمد لله والشكر نعم أخي عبد الله نرجع لموضوعنا موضوع العمالة العمالة أي طبعا ويقولون هناك هو متآمر نحن متآمرين أنا وياك على الأمة الإسلامية ومن أين له هذا الدعم كي يفتتح قناة طبعا أنا رت بالبداية أصور يعني بساطة هذه القناة طبعا هاي اللوحة اللي براي لو شوفوها الأخوان فدي يعني حطيها على دواليب صغار حتى تتحرك يعني ما أدري ما أقدر أحرك هماتين ديكور جدا بسيط ولو كان دعم هناك خارجي من قبل هذه الدول التي تزعمونها لكان عندنا شيء أفضل في هذه القناة طبعا انا اتكلم بصيغه جمع عندنا يعني عند فضيله الشيخ ياسر حبيب وعند هذا القناه شيء افضل اولا استوديو وكادر متعلم ومتمرس صح المقدمين انتم لما تتفضلون وتقولون ان بعض الناس يتهمون هذه القناه وهذا النهج ان مدعوم من الاستعمار الاستعمار اذا يبي يوصل فكره لازم يوصلها على افضل الطرق واحدث الوسائل وحتى فكرته توصل بطريقه جيده ولكن ما يوصلها في كاميرا واحدة مدة سنة ونص نبث بكاميرا واحدة
واتذكر مره من المرات كنا نحطها على سماحه الشيخ ويحطونها علي فرع صحيح. علي فرق مسكين يسويها مني وقاعد زين. نفس الكاميرا ياخذها علي اذا كان مجلس يوم السبت، مجلس يوم الخميس سماحه السيد آية الله مجتبى الشيرازي حفظه الله، ياخذها معاه يصور ويرجع مره ثانيه. وساعات مره انا شديت ويا علي الاخ المصور يعني قلت له انت ليش تتاخر؟ لانه مسكين خذ الكاميرا وناطرين الكاميرا حتى نطلع بث مباشر، ناطرين يرجع من سماحه السيد مجتبى. فقول ليش تتاخر؟ قال والله شوي مريت سويت مسواق مخرنا شويه. يعني امكانات جدا بسيطه. وطبعا مثل الشيخ ياسر حبيب بهذه القناه ومثل الاخوه اللي هنا الموجودين كمثل من يحمل عصا ويواجه بها دبابه. طبعا هذه العصا التي بيد ياسر حبيب الان صارت عصا موسى، كسرت كل هذه الدبابات بهذه العصا البسيطه. طبعا انا احنا اتفقت ويا الاخ محمد بانه يجهز لنا مقطع عن فرق بين استوديو هذا الموجود بينا عندنا احنا والفرق بين استوديوهات المدعومه البكريين. ما ادري محمد بس الجهزة. ناخذه بعد ما نستمع الاخ بسام من السويد بعدين نشوف الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم اخي بسام. عليكم السلام ورحمه الله غاتي، شلونكم؟ اهلا وسهلا مرحبا. الله يخليك حبيبي، شلونك يا اخي عبد الله؟ حياك الله اخوي بسام، يا هلا والله. حياك على ضيفك الكريم. الله يحييك ان شاء الله. الله يزيد وجوهكم نور بحق محمد وال محمد. اللهم صل على محمد. احسنت. عندي بس تعليق بسيط على قضية انه نتيجة النهج الشيخ او النهج البرائي يؤدي الى قتل الشيعة. يعني هاي الحقيقة هاي كلام يروج الى يعني الوهابية والبكرية عن طريق الإعلام مالتهم، ويتمسك بهذا الكلام أما يعني حشر الحضور والمشاهدين، أما الجبناء المحسوبين على الشيعة، وأما اللي عندهم يعني مصالح ومستفيدين من البكرية خصوصا من السياسيين البكريين. يعني واحد ليش يتغافل عن التاريخ القريب مو البعيد؟ يعني خلال الانتفاضة الشعبانية بالعراق تقارير الأمم المتحدة اللي هي تقلل من الأعداد التقارير تقول 250 ألف واحد بس المدفونين في المقابر الجماعية اللي هم شيعة. عفوا 300 ألف شخص، صحح معلومتك كاتبها طبعا أرد أحكيها، من غير اللي قتلوا مليون إنسان بالحرب العراقية الإيرانية. لا هو التقرير مال الامم المتحده ما يقول 300 ألف، هو اكثر من 300 ألف، هم يقولون 250 الف عوائل مدفونه بالسيارات. يعني السيارات هم داخل السيارات ومدفونه. يعني هاي هم كان الشيخ هو السبب. ثم سؤال ثاني، يعني انا بس ادفتهم، يعني ليش هذا التغاضي عن التاريخ؟ يعني سنه 1996 بافغانستان كان اكو طالبان واكو التحالف الشمال، التحالف الشمال بي شيعة لكن بي سنة ايضا. عند من سيطرة الطالبان على 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 المناطق الشمالية قتلوا في مزار الشريف 30 ألف عائلة شيعية. 30 ألف عائلة شيعية من ضمنهم 35 دبلوماسي ايراني بالقنصلية بمزار الشريف سحلوهم بالشوارع. صحيح. حتى بوقتها ايران سوت مناورات اسمها النصر، ما اعرف بيروز، ما اعرف شو يسموها، هم مناورات اسمها. وملا عمر قال احنا ما عندنا مشكله ويا اسرائيل، مشكلتنا ويا ايران. يعني هل كان سببها هاي قناه فدك؟ يعني ليش ما واحد يحرر عقله وينتبه؟ يعني مو واحد، هذا تاريخ قريب. ثم القتل على هويه داخل العراق بأول زيارة أربعينية سنة 2003 بدأت التفجيرات، ومعظم الزوار اللي انقتلوا هم زوار إيرانيين، اللي دخلوا مليون إيراني للعراق بدون جوازات، حتى بعدين الحكومة العراقية منعت هذا الدخول. يعني هم من قناة فدكوا منهج الشيخ، يعني الشيعة إلى متى يظلون سادين عقولهم؟ ما أعرف أنا. ثم بدأ القتل بال 2003، وين اكو ستلايت داخل العراق او وين اكو قنوات حتى العراقيين دول البكريين اللي فجروا بالعراق واللي استقبلوا الارهابيين من كل انحاء العالم، وين اكو ستلايتات اصلا حتى يعرفون الشيخ هم او يعرفون منهجه؟ وشكرا للمشاركه. رحمه الله. احسنت بارك الله فيك، نشكرك.
نشوف الفيديو اللي نعم الفرق بين الاستوديوهات مالتنا استوديو قناة فدك والاستوديوهات الأخرى إن شاء الله. نعم أخي محمد. شيخ أقسم لك أقول لك يا شيخ أني أنا كذلك. جاء في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان عنده عائشة وبعض الجواري من زميلاتها والجاريات، فكنا يلعبنا ما تهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول موجود ما تهبنا. يا عبد الله طبعا وشاهد المشاهدين الكرام استوديو واسع جميل. ما ادري بدينا قطعت التلفزيون. شوف طبعا هي مشكله، شوف يعني هذا ببساطه استوديو، حتى ما ادري احنا بدينا لولا استوديو واسع ومرتب وبامكانه يوقف ويقعد، واناره احترافيه، كاميرا متحركه. احنا شنو عندنا؟ احنا مجرد كاميرا واحده موجهه عليه. احنا محتاجين الحين كاميرا ثالثه حتى نطلع انا وياك، ترى احنا مفقودين. يعني الناس حتى يقولون هذول صحيح يم بعض ولا لا؟ لان يا اما اطلع انا يا اما تطلع بس حتى لو يا معود نطلع هيك احسن، لانها قدامنا هاي الميز متواضع بسيط والكراسي بسيطه. مو ميز، سماعه. فضحتنا يا اخوي يا عبد الله، ضعيفه مستوره. لا في عندنا اتصال عند منو؟ يا ريت يعني يتصلون مناوئين لهذا. أم سلام من بريطانيا. أم سلام من بريطانيا، سلام عليكم أختي أم سلام. عليكم السلام ورحمة الله. أم سلام. مرحبا أخويا. يا هلا أختي، حياكم الله. الله يخليك. أنا طبعا أنا أعتذر أنه أنا جيت على البرنامج متأخر وما شفته من البداية، هسه صار مقطع ومقطعين مش شفت، فحبيت أن أشارك. حياكم الله. مرة ثانية من أقول أنا أعتذر أنه ما كنت أعرف نهائيا بهذه القناة العظيمة يعني، ولا كنت أعرف بالاسم بالشيخ السيد الله الله يخليه إن شاء الله. أنا عايشة في منطقة كلها من البكريين، وأثروا علي كثير يعني أثروا علي، بس أنا حبي لأهل البيت داخلي يعني متوسخ داخلي، بس أثروا علي. كنت أقول أنه ما أسب وما ألعن وما أقول هذا الشيء، بس صار لي أسبوع بالصدفة أنه عرفت بالشيخ وعرفت بهالقناة وبديت أتابع، صار لي أسبوع واحد بس، والإثباتات اللي اعطيتوني إياها والمحاضرة اللي داشفها 24 ساعة التلفزيون على 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 شنال مالتكم، يعني من قلبي انفتح، والله معاكم والله ويا السيد. وأنا أقول هو خالي الروح على إيدي، وإن شاء الله كلنا نفدي وكلتنا وياه. حياك الله حجية أم سناء، وأنا أول مرة أسمع صوتها. طبعا هذا الشيخ ما عنده شعبية، وهل قد تصلوا الناس يدافعون؟ لو كان عنده شعبية كان صير ماذا يفتهم يعني. طبعا أخي عبد الله خلي أقول لك هسه نشرح عن قناة فدك وإمكانياتها المتواضعة، يعني يقولون إحنا مدعومة هاي القناة من قبل أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والصهيونية، فكان لو كانت مدعومة منها شو اسمه هالجهات هذه لما ظهرت أنت شهريا تحث الناس على الدعم القناة فدك والتبرع شويه. نسينا ليش تذكرنا؟ يعني بعد كم يوم احنا محتاجين. لا اخوي عبد الله، مساله مهمه لازم تذكر، يعني لما ظهرت لو كان هناك برامج ومسلسلات وبرامج اكثر وافضل، للاسف الشديد يعني مجرد برامج متواضعه بسيطه، محاضرات الشيخ، لطميات، ادعيه والى اخره، ماكو برامج اكثر. ليش؟ لان امكانيات بسيطه لكل العاملين في قناه فدك. ما ادري كم واحد عبد الله تعرفهم اكثر من عندي، انت ابو فدك، محمد، علي، والشيخ خمس نفرات يعني، بس وابو علي سته. بعد منو موجود؟ سيد علي، علي حيدر. سيد علي حيدر هاي سبعه بعد يعني الحين صاروا سبعه، ولا كنا اربعه اول. اخذ ابو خالد. ابو خالد سلام عليكم. السلام عليكم اخي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم اخي ابو خالد، انت على بالي، بعث لي عنوانك حتى بعث لك الرايه ان شاء الله. ان شاء الله عزيز، بارك الله فيك. شلونكم؟ الله يسلمك. حياك الله يا ابو خالد، يا هلا والله. الله يحييك. اليوم انا صوتكم واضح جدا عندي، ان شاء الله يكون صوتي ايضا واضح. واضح الحمد لله. وش واضح؟ حقيقه انا عندي تحفظ على اخر جمله اللي هي استوديو جميل. الحقيقه هو لا يمت الى الجمال بصله، لانه استوديو نجس، لانه لا تصدر منه الا النجاسه والخباثه والكفر والالحاد
واستغفر الله العلي العظيم مذمة رسول الله هذا الرسول العظيم، فلذلك هو بعيد جدا عن الجمال. انا اشبه ذلك الاستديو بامرأة فاجرة ذات وجه جميل ولكنها فاجرة، او رجل وسيم عندما تراه يعجبك ناظره ولكنه فاجر ساقط اجلكم الله كافر. هذا هو الاستديو الذي يتحدث منه الوهابية، ان اموال التي بنيت فيه هذه الاستديوهات هي اموال سحت وحرام مسروقة من دم وعرق المسلمين، انها مسروقة من دماء الشعوب، انها مسروقة من دماء الضعفاء المستضعفين المكبوتين المظلومين في الشرقية وفي البحرين وفي العراق وفي الكويت وفي باكستان التي تعن تحت تفجيرات هؤلاء المرق الكفرة الفجرة. حقيقة انهم لا يمتون الى الجمال بشيء، بل انهم شياطين، انهم متلبسين في ارذل الاخلاق، انهم متلبسين بافسد الجينات، ان جيناتهم قذرة. هذا توصيفي لهذا الاستديو. لكن مما يحزنني في نفس الوقت اننا امة نائمة، امة مخدرة حقيقة. نحن نشرب البروفين كما يقال، ونشرب اشياء تخدر عقولنا. نحن لا نحرك ساكنا تجاه انفسنا اولا وتجاه الانسانية. هؤلاء يخطفون الابرياء ويقتلونهم في الجزائر الان، هؤلاء خطفوا العراقيين وقطعوا رقابهم، هؤلاء من ذبحوا الكوريين والفيتناميين واليابانيين باسم الاسلام، ونحن امة ندعي الاسلام صامتون، لا نحرك ساكنا، لا نخاطب امم متحدة، لا نستعمل ضغطنا السياسي او الاقتصادي او الفكري في تحريك هذه المنظمات الدولية والمدنية والصحفية والاعلامية ضد هؤلاء الذين يتسمون باسمائنا ونحن منهم براء، بل وديننا منهم براء. الى متى نظل ساكتين؟ الى متى نظل صامتين؟ هؤلاء رجعوا علينا رجعة الشر الاخرى التي تريد الفتك بنا في العراق. ها نحن نهوس هنا ونقول قصائد شعر هنا ونتغزل هنا ولا ننتبه الى ان السيوف تحوم حولنا. مأساة، والله انها مأساة. شكرا لك. احسنت اخونا ابو خالد. طبعا اخي عبد الله، انا اريد ان اقول شيء. قناة فدك هي قناة رغم إمكانياتها المتواضعة سببت توازن في العالم الإعلامي. هناك كم قناة متخصصة في شتم الشيعة والكذب على الشيعة؟ كم قناة؟ قناة اللي يعرفون أني صفا. لا، شنو قاعد تحسب؟ أنا أقول لك إذا كان أو كانوا بالعشرات، الحين أنا أقول لك أكثر من 100 قناة متخصصة في شتم الشيعة فقط. إيه هذول البكريين. طبعا كم قناة؟ أكثر من 100 قناة. كم قناة انبرت للدفاع عن الشيعة بحق؟ ولا قناة. بس قناة فدك، يعني هذه قناة صارت عصا موسى أمام هذا الإعلام الضخم. طبعا كسر قناة فدك، أقول لك طبعا شوكة في عينهم صارت ذو هؤلاء البكريين والوهابيين. أي نعم. شوف معنا، شوف سبحان الله، بس كلمة الحق هي دائما أقوى. يعني لما نقول أكثر من 100 قناة نقولها فعلا، ترى حتى مو القنوات الدينية فقط، يعني هذه في قناة مثل اسمها المستقلة مو دينية، ولكن مجيشة هذا الهاشمي لعنة الله عليه ضد الشيعة. طيب. زين، وغيرها الجزيرة هذه قناة العربية. لا أنا قصدي قناة دينية متخصص دينية، هذه وصلوا الحين يمكن أتوقع وصلوا 100 قناة، ولكن إذا دينية وغير دينية ضد الشيعة، في قناة مالت هذا حاكم الشارقة هذا الملعون القاسمي، زين، مخصصة ضد الشيعة. زين، هذا معنا شنو؟ قناة تمثل إمارة من إمارات الإمارات، بس حقد على الشيعة مخصصة فقط ضد الشيعة. صحيح. يعني قنوات عجيبة قريبة متخصصة بس محاربة الشيعة. طيب. قناة فدك الحين منو محاربها؟ البترية. هذا أول الناس طبعا، أول البترية الناس. الله، أنا مو باب شبدي البكرية، خي يولون هذيل ينابحون ما يهمني. البترية اللي صراحة قاثيني أكثر، إنه شنو أكثر ناس يطالبون بوقف قناتك؟ أنا قاعد أطالع عندي حساب بالتويتر، فمسوين هاتش اللي يقول لك أوقفوا قناة فدك. حرب من البترية مو من البكرية، من البترية. أما لو تشوف هذول القنوات وصال صفة هذيل يدافعون عنهم البكرية باستماتة، ولا عمرك شفت لك بكري قال أوقفوا هذه القناة. أما إحنا
البترية هذول، حتى المشكلة مو بس البترية، هم بعض الناس الشيعة اللي مخدوعين بالأبواق البترية هم يكونون ضد قناة فدك. خلنا ناخذ لنا الأخ علي مسكين متصل من إيران الظاهر. السلام عليكم لا. أخي علي. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام يا هلا أخوي علي، حياك الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي أنا من المحمرة أتصل وياكم. أهلا وسهلا ومرحبا. خوب يعني نوريتوا المحمرة، نوريتوا البيت، خوب نوريتونا كنا. يعني أنا متأسف والدي راح مات ما درى هذا الموضوع. إحنا متونسين من ياسر الحبيب هسه وضح لنا شنو هالموضوعات، شنو هالبيانات، شنو هذا السوالف الذي ما ندري بيهن علمانا مالين المحمرة مالين إيران ما كانوا يسولفون هالسوالف هذن ولا يطوحونهن. مع ألف أسف، مع ألف أسف على علمانا، مع ألف أسف على علمانا الذي ما كانوا يسولفون هالسوالف ولا كانوا يقولون على المنبر. باكر شلون يريد يجاب لهم فاطمة والحسن والحسين؟ مظلومية الحسين شلون يريد يجاب لهم؟ مظلومية الحسن شلون يريد يجاب لهم؟ محمد بهش مظلومية عايشة ظلمته شلون نريد يجاوبونه؟ خب انتم هسه نوريتوا البيوت، نوريتوا المؤامرة، نوريتوا كل مكان، شلون يقولون شو اسمه ياسر الحبيب ما عنده شعبية؟ يا هو يحكي هذا الحكي؟ ياسر الحبيب صغير وكبير الوادم قاعد يسولف بيه، وهاي موضوعية على قولت اللي يقول استوديو مالكم. امير المؤمنين هم كان متواضع بس صوته وصل. خب كل شيء هو صوت الضعيف اول اخريته يوصل لكم ويوصل كل الجمهور اللي بالمحمره وبعبادان وبالاهواز. وخلي هذول الايرانيه، خلي اقول لك هنفرشي هسه، خلي يغزيهم هذول البكريه، خلي يغزونهم وقاعد ياخذون شبابهم ويستفادون كونا من بطلتهم وما عندهم شغل، قاعد ياخذون من عندهم التشيع. اسمع عبد الله، قاعد ياخذون من عندهم التشيع وياخذون بفلوس، قاعد يردونهم على البكريه. خلي يلمون روحهم، بالله شوفهم يقدرون يلمون روحهم من هذول. وانا ممنون من عندكم على اتصالكم والنوبه تصل وياكم، ومتونس بالاخر درجه مشكور. ممنون من عندكم اولاد المحمره وعبادان كل السلام عليكم. وسبع تنعم، سبع تنعم يا هلا. الظاهر اخوي عبد الله الظاهر انا خطأت لما قلت الشيخ ياسر حبيب ما عنده شعبية. اتمنى ذولا يتصلون مؤيدين هذا النهج اكثر ما يتصلون اعداء هذا النهج. ناخذ قاسم من فرنسا. قاسم من فرنسا تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله اخي العزيز. اهلا وسهلا. السلام عليكم اخي. السلام عليكم ورحمه الله. شلونك عبد الله حبيبي؟ يا هلا الحمد لله اخوي. عظم الله اجوركم اخواني الاعزاء المطابات على اهل بيت الرحمه والنبوه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. يا أخي سبحان الله، يعني أنا عندي أصدقاء يعني باكستانيين، صار 20 سنة أنا وياهم يعني أعرفهم، يعني في كل هذه الأوقات وهذه السنين اللي مرت والله ماكو سنة مرت ما فيها انفجار وقتل للشيعة في 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 الباكستان. زين، فهاي الأكاذيب على الشيخ طبعا هي لضعف النفس الغبية اللي يتكلم على الشيخ بهذا الكلام. أخي العزيز، أخواني أعزاء اللي يسمعون كلهم، يعني هسه هو من الغباء أنه واحد يفكر بهذا التفكير التافه. حشاكم الشيخ الحبيب جاي يوضح شنو اللي يوضح أصول العلم وأصول الفهم لمحمد وآل محمد. منو من الشيعة الأطيار الشرفاء اللي يحنون على أمتهم وآل بيت الرحمة سلام الله عليهم أجمعين ما يقبل بكلام الشيخ اللي جاي يظهر لهم حقائق كلام أمتنا المعصومين سلام الله عليهم أجمعين؟ الله. يعني إلى متى هالتأخر؟ أما الإنسان المتأخر فمن حقه أنه ربما بالبداية ما يتقبل هذا الكلام لأنه ما عنده ثقافة دينية، وهي هاي مشكلتنا. مشكلتنا الجهل. يعني رحم الله لما قالوا من تعلم علومنا وعلمها، فلماذا يا إمام علمها؟ قال إنه من يتعلم علومنا راح يتعلمها للآخرين ويعرفون منه إحنا. الشيخ جاي يعلمهم هذا العلم اللي كان مدفون، كان مغبون، يعني حقنا مغبون. لازم إحنا نثور كل شيء شريف هسه بالدنيا من يسمع كلام الشيخ، لازم ينتفض على الناس اللي ضموا عنا هذا الكلام.
إنا لله وإنا إليه راجعون. أما علماء البكرية الجبناء يصورون إنه الشيخ الحبيب حشر حشاكم وهاي، هم جبناء لأنه صار يناديهم أشهر على القناة أنه يدعوهم للحوار سواء مباشر أو هم مكاناتهم، لكن يرفضون. لماذا؟ لو عندهم حقائق تمكن أنه سيطر على الشيخ سلام الله على محمد وآل محمد مثل ما هو يمتلك علم محمد وآل محمد، كان والله سووها اليوم قبل باشر يقول مثل ما يقولون، لكن ما عندهم هاي الإمكانيات، ما عندهم هاي الثقافة. لكن اللي يأسفنا يعني أنه الشيعة اللي يدعون هم شيعة اللي يقفون أمام الشيخ دائما وأبدا، ولعن الله القوم الظالمين. ها، فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، يعني هم عميان يعني. وهذا من الغيرة أولا، يعني هم من الأشياء اللي أضيفه أنه يقول العين ما تكره إلا الأرجح من عده. اللي عمل الشيخ شنو اللي عمله مو زين؟ هسه لو واحد خلي يقول يا بياشي شنو أكو غير سب الملعون أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وكل آل بني سفيان وأتباعهم، يعني هذا مو موجود بكتاب الله؟ أكو واحد أحن من الله على خلقه؟ لماذا الله لعنهم؟ يعني الله هو بدأ باللعن قبل ما يلعن الأئمة، قبل ما يلعنون هم أعدائهم يعني. وهم بعدين من خلال كلام الله، من يتبع كلام الله يتبع كلام رسول الله، احنا اتبعنا هذا الكلام اللي الله انزله بكتاب العزيز، دول المنافقين، ان المنافقين والكافرين في درك الجحيم، لعنهم الله وعد لهم عذابا أليما. كم آية لو تحسب بالقرآن آيات كثيرة أكثر من 150 آية على لعن الكفار والمنافقين. أكو أكثر من هذا النفاق قتل فاطمة الزهراء، اسقاط طفلها محسن؟ اكو اكثر من هذا النفاق انه يقتل رسول الله صلى الله عليه واله؟ هذه الحقائق. يعني اي شيعي، اي شيعي عنده التزام بالشيعيه، اي شيعي عنده ضمير وشرف، ها، او يسمع بهذا الكلام اذا ما سامع سابقا ما ينتبه لهذا الشيخ الكريم، او يسمع كلامه او يطلع على الحقائق، او حتى يكون هو وزن انه بين الحق والباطل، يعني البراءه والولاية. هذا هو برنامجكم الشريف. جزاكم الله خير الجزاء. وعانكم الله وعاننا جميعا إن شاء الله على أعدائنا ونصرنا وتعجيل فرج إمامنا الحجة ابن الحسن، ونكون إن شاء الله من أتباعه وانصاره والمقربين إليه إن شاء الله. سلام على الشيخ ياسر الحبيب وكل الأخوة اللي يشتركون بالقناة، كل الأخوة اللي يسمعون وقلوبهم على قناتنا الكريمة. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع لموضوع التوازن. طبعا أي إنسان لو كان في شارع كلهم شالين مثلا سكاكين معاهم، يجب أن يحمل معه سكين. لو لم يحمل معه سكين، سلاح معه كي يدافع عن نفسه، هو مو شرط أن يكون مثلا عنيف أو محارب أو يريد يقتل أو شيء، بس لازم يحمل معه سلاح كي حينما يراه الآخرين يهابوه. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. نحن الآن في هذا الزمان، هناك أنت قلت مئات القنوات وآلاف الدعاة البكريين جيشوا أنفسهم وجندوا ومدعومين بالمال وبالعتاد وبكل الإمكانيات، مدعومين من أجل الكذب على الشيعة. لو يطرحون حقائق ناقشها، بس مجرد كذب، كذب لا أكثر ولا أقل، مجرد الكذب على الشيعة. وهناك انبرى شخص واحد، طبعا أنا اعتذر من الشيخ ياسر حبيب لربما ما يقبل هو يدافع عنه، بس هو هذا النهج أنا دافع عنه، ما عندي قصد دافع عن الشيخ ياسر حبيب. انبرت قناة شخص واحد وقناة واحدة للدفاع عن أهل البيت بحق، واندفاع عن فاطمة الزهراء التي حينما أذكرها وأذكر مظلوميتها والله قلبي يغلي. إما مثل عمر وأبو بكر يعتدون على فاطمة الزهراء، هيا مراعي الوالدين. بس عن اذنك بقطع حسن، لان اخواننا على الخط ناطرين. منو معنا؟ حسن الزعابي من عمان. السلام عليكم اخي حسن الزعابي. وعليكم السلام والرحمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا اخوي حسن، حياك الله، عظم الله اجوركم. اجرنا واجرك اخوي عبد الله، كيفكم؟ عساكم مرتاحين. الله يخليك ان شاء الله اخوي حسن، يا هلا والله. بس لو تسمحوا لي بخمس دقائق او ست دقائق من المداخلة. تفضل تفضل. بس هو يعني شوف الحين انا صراحة ما حضرت، يعني ما سمعت من البداية، بس انا اشوف عنوان البرنامج الدفاع عن نهج البراءة، فانا اعرف ان الشيخ ياسر الحبيب كفى ووفى يعني في ايضاح موضوع نهج البراءة.
بس فقط انا بيكون كلامي للبتريه او الشيعه العوام الشيعه المتاثرين بابواق البتريه، اما كلام البكريه ما يكون كلام البكريه. فانا بس اقول من ناحيه واحده، من ناحيه اللي انا اكون شويه فيها ضليع في الموضوع، فاحب ان اوصل الصوت بعد ما يفهم البتريه من هذا الكلام. في لي نظريه انا فعلا من نفسي هي اني مغاير لباقي علماء الناس في هذه النظريه. النظريه هي مكونات الشخصيه. الشخصيه بالنسبه لي انا اعتمدها على ان من مكوناتها الاساسيه هي الهيريديتي اللي هي تكون الجينات الوراثيه، الانفايرمنت اللي هي تكون البيئه، وهي مقسمه البيئه، قسمتها على اساس البيئه الاوليه المحيطه كاملا اللي كامل المجتمع كامل يكون داخلها، بعدين البيئة الثانوية اللي تكون البيئة اللي بين الشخص وبين أفراد معينين فقط، والبيئة الثالثة اللي هي تكون بين البيت والشخص، البيئة الرابعة بين الأصحاب والشخص، أما الشيء اللي بعده يكون هو الدين، أما الشيء الأخير فيكون ما يسمى بالسيتويشنال كونديشن، يعني ما يكون الظروف الخارجية اللي تكون بسبب المشاعر وقوة زمن الرجع. أنا اللي أريد أوصله هنا إن من مكونات الشخصية هو الدين، الدين بحد ذاته. فإذا أخذنا نحن التشيع هو دين الإسلام، وطبعاً ما غير التشيع دين الإسلام. فنحن نريد هنا الحين نضع قواعد. القاعدة هي إيش؟ هي القاعدة الولاية والبراءة. أما البترية كما أخبرنا الشيخ إنهم بتروا البراءة ووضعوا الولاية. نحن كلامنا مع العوام. الحين إذا نحن نضع تريدون نضع شيء اسمه البراءة، يعني الحين نهج البراءة ما نصرح به، المطلوب ويش؟ المطلوب أنه نستخدم التقية. إنزين هذا سؤال رقم واحد. نحن طول حياتنا يعني كشيعة، يعني الحين خطاب للشيعة، كم قرن من الزمن، 100 سنة من الزمن تم استخدام التقية. إلى وين أوصلنا؟ إلى وين أوصلنا نحن موضوع ما يسمى بالتقية؟ أوصلنا إلى ذل، هوان، ضعف، انبطاح للمجتمع، معاناة، مشاكل، قتل، هزايم، تراجع، ضعف في السلوكيات، ثقة معدومة بالنفس بسبب استخدام هذا النهج. يعني الحين الإنسان الواعي العاقل يعتمد طريقة يراها هي المناسبة، ما في إشكالية، اجتهاد عقلي إدراكي يعني الإنسان يشوف أنه نحن لازم نتبع هذه الطريقة للبقاء أحياء أو يبقى هذا النهج. استخدمت هذه الطريقة قرن أو قرن النصف، الحين هذا القرن النصف الحين اللي مشى، الحين لازم تلاحظوا إلى أين آلت الأمور إلى هذه الأمور، يعني إلى ضعف وهوان وقتل ودماء، وما في يعني ما في اي حد. الحين نحن في انبطاح تام. الانسان المدرك وجب عليه انه يلتفت الى نفسه، يقول الحين انا استخدمت اتبعت هذه الطريقه، وهذه الطريقه غير مفيده بتاتا، وجب ان نسلك اتجاه ثاني، نستخدم اتجاه ثاني. والذكي الانسان الواعي يعرف انه اذا هذه النتيجه ما صلحت فيكون العكس المغاير تماما هو المفيد طبعا، يعني لانه يكون سلوك مختلف. فالحين نحن نبني من هذا الموضوع اولا. زين الحين من دام ان الشخصيه مكونات الدين هو مكونات الشخصيه، خلينا نقول التقيه هذه المغلوة هي من مكونات الدين. يعني اذا دام ان التقيه هي يقول من ديني ودين ابائي، فتكون الشخصيه الشيعيه احد مكوناتها تكون التقيه. الى ماذا يؤدي؟ دام ان هناك في ظرف خارجي، ويكون عندنا بعد البيئة اللي هو المجتمع، زين، وعندنا هي التقية. الحين إذا خذينا هذه الثلاثة، طو طرحنا موضوع الجينات الوراثية، لأنه ما بيكون ذا فائدة قيمة في موضوعنا هذا. فنأتي أول شيء إلى موضوع أن المجتمع محيط مغلق، زين، يحكمه البكرية، فيكون السطوة التامة للبكرية فيه، فيكون الطرف الأضعف فيه ما يسمى بالشيعة، وأنا أحب أنه يسمى بالرافضة. فدام أنه يكون السطوة التامة الكاملة للبكرية، ويكون الطرف الأضعف للرافضة للشيعة، فيكون طبيعي هنالك نبذ اجتماعي من للرافضة،
لكون أن البكرية يكره الرافضة طبيعي ما في إشكالية، الجهل يولد كره ما في إشكالية، البكرية جهلة. إنزين الحين الرافضي هنا عشان يقبل في المجتمع على نظرية مساله أن الإنسان يحتاج عدة مراحل، وهي الاحتياجات، يحتاج الأمان، بعدين يحتاج النونس اللي هو الانتماء. فالحين الرافضي يحتاج لنوعين، يعني أمام خيارين، إما أنه ينبطح للمجتمع يتنازل عن ما يتمنى، عن مبادئ، عن مذهب، عن دينه، عن الحسين سلام الله عليه، عن أبو الفضل العباس، عن إمام علي، عن فاطمة الزهراء، عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لكي يقبل به، يعني لكي ينتمى. الحين مثلا يأتيني شعيرة التطوير المقدس، الحين يتم التنازل عنها من أي باب؟ من باب أنه عشان يقبل في المجتمع أن يحصل هنالك انتماء. الحين هنا المجتمع الثاني يأتي الدين، والدين طبيعي أن التقية هنا تلعب دور. الحين المجتمع رافض أني، فوجب أني أوفر شيء اسمه شيء بديل، يعني شيء بديل أني أنا أقنع فيه العوام أن لازم يتنازل، لأن في بداية صعب التنازل على مبدأك، صعب ولو أنه تحتاج، يعني تحتاج شيء اسمه دافع أنه يحركك للموضوع اللي أنت تريده. فدام أن التقية مسمى موجود عقائدي يعترف فيه كل الشيعة وغير الشيعة كعلماء من البكرية مثلا، فوجب استخدام التقية كأداة للوصول إلى الانبطاح الأقصى، اللي هو الانبطاح المطلوب أن الطرف الثاني اللي هو البكري الحاكم على المجتمع أنه يتقبل بنا ويأخذ بنا ويأخذ بأيدينا، يعني ننتمي إليه كما هو ينتمي إلينا. فنستخدم التقية فيصير السلوك اعتيادي يومي بالنسبة للشيعي، الفرد الشيعي يصبح لديه اعتماد، يكون دينه هو التقية المغلوطة اللي هو الانبطاح الأولى للمجتمع. فسؤالي الحين اللي يصير بهذه الطريقة يتولد عندنا ثلاثة مشكلات، يعني من ناحية النظر إليها شفتنا ثلاثة مشكلات. الأول ضعف في الثقة، الثاني الرياء، الثالث المغالطة. وش يعني الحكم الأولي على كل ظرف يصير حكم أولي، يصير تسطح في الفكر من أي باب. أما الثقة ترى فهي واضحة، أن الثقة أن الإنسان دائم يصير أنه ينبطح للمجتمع، فالمصير النهائي له أن العقل يتعود على هذا الموضوع فيصير سلوك يومي. ستيفن هوكينج هذا واحد من الملحدين قال ويش؟ قال be aware of your thoughts it will be your words، يعني ما معنى بالعربي انه دير بالك من افكارك ممكن تصير اقوالك، دير بالك من اقوالك ممكن تصير افعالك، دير بالك من افعالك ممكن تصير شخصيتك، دير بالك من شخصيتك ممكن تكون قدرك. فهنا الحين هذه الترجمة الفكرية اللي تصير على الإنسان من العقل يتعود يحولها إلى سلوك، يصير عندنا ضعف في شخصية الفرد الشيعي، يعني ما يقدر ما يستطيع أنه يجابه. يعني باختصار يصير عمر بن صهاج، يعني كذا في النهاية يصير هو عمر بن صهاج ما يقدر أنه أبدا أنه يواجه أي خطر مترقب، أي مشكلة مترقبة. ومن ثم من الاتجاه الثاني يصير عنده يعني محاولة أن يوصل للمجتمع بأي طريقة، فيوصلنا للرياء والعياذ بالله من الرياء. الحين لما إذا الحين يحاول يرائي المجتمع البكري، فإذا ما فلح يرائي المجتمع الشيعي، يعني يصل عندنا مثلا والعياذ بالله على ما يصعدوا على المنبر خطباء، هذا الخطباء فقط يتصرفوا لكي يلفتوا الأنظار إليهم، لأنهم يعانوا من عقدة النقص هذه لفت النظر، لأنه يحاول ينتمي إلى المجتمع. فإدام أن المجتمع يشوف أن المجتمع يحتاج أشياء معينة، أغراض معينة، صفات معينة، أقوال معينة، فيحاول يوصل لهم أني أنا صاحب هذه الصفات، أنا صاحب هذه الأقوال، أنا صاحب هذه اللمعات. فيصير ماذا؟ يصير عنده رياء. هذا الرياء يولد ماذا؟ هذا يولد الرياء بعد هم بغض. بغض لمن؟ مثلا أنا أعطيك مثال، خامنئي هذا الملعون يكره الشيخ ياسر الحبيب. من أي باب؟ من باب أنه لما الإنسان يحاول أنه يثبت ذاته للناس
بالناس بصفات هي ما صفاته، زين، ويشوف ثاني ينجح يلفت انتباه الناس في مجتمع معين ولو كان منغلق او مفتوح، يصير عنده بغض. بغض من اي نوع، من اي ناحيه؟ انه هو انا مهما حاولت اني انا ابذل ان ارضي هذا المجتمع، المجتمع ما راضي عني، ولكن يرضى عن شخص اخر انا ما استطيع، انا بعدين يولد. هذا شيء ثاني. اما الشيء الثالث اللي هو الحكم الاول، الحكم الاولي يولد من تسطح في الفكر من ناحيه ماذا؟ بسبب انه هو ياخذ يحاول يعني يستفيد من راي الناس، يحاول يوصل لرضا الناس قدر الامكان، يولد عنده تسطح في الفكر، ما يقدر يتامل على اي شيء. في الحكم، في الحكم العقلي للامور، يعني لما تجي المحفزات من البيئه، في ثلاث مراحل، في حكم اولي ثانوي والحكم الثالث هو اللي هو النهائي. العاقل، الانسان المدرك العاقل صاحب العقليه المنطقيه، يمر على الاحكام الثلاثه، لا ياخذ من الحكم الاولي ولا الثاني، ياخذ من الحكم الثالث. وعذروني انا اطيل معاكم شويه، بس لكن هنا التفاته وننتهي من الموضوع ان شاء الله نسكر. فلما يوصل للثالث يكون الانسان المدرك يصل الى النتيجه اللي هي الثالث، يصل الى النتيجه المنطقيه التامه، النتيجه يعني نهائيه. ولكن لما يصير الانسان يحكم حكم اولي اللي هو على الظاهر لأول ما تبان اللي هو المحفزات، يصبح إنسان جاهل، يصبح إنسان غير فاهم وغير مدرك أمر أي أمر يعني. فلما مثلا يظهر منهج البراءة هو أبدا ما منتبه، مار في مجتمع، مجتمع منغلق منبوذ يحاول ينتمي إليه بسبب أن السيطرة البكرية عليه، ثم يأتي محفز اللي هو التقية المغلوطة، يسبب عنده انبطاح، يسبب عند ريا، بعدين يعطيه حكم أولي أن المنهج البرائي خطأ. ليش؟ لأن في تغيير. هذا التغيير بسبب أن الدماغ ما يستطيع أن يقاوم أن يعيش يوم ثاني بشيء جديد، لأنه هو عاش الأمس وشاف نفسه حي، قال خلاص دام أن أنا عشت أمس فهو الروتين المناسب اللي أنا أمشي عليه. أخوي حسن، الصراحة مداخلتك جدا قيمة، ولكن تقريبا 13 دقيقة، ويا ريت متصل بداية البرنامج حتى نعطيك مجال، لأن احنا على مشارف نهاية البرنامج. لا لا لا، اسمحوا لي. الله يخليك، مشكور على مداخلتك اخوي حسن، وان شاء الله تكملها في برنامج ثاني ان شاء الله، ويا ريت تكملها لان فعلا استفدنا منها. مشكور اخوي حسن على مداخلتك. العفو. الله يخليك. طبعا باقي دقيقتين لنهايه البرنامج، نبيك انت اللي بديت وانت اللي تنهي البرنامج ان شاء الله. عندي نقطه الاخيره يعني، ولو هو صار وقتنا ضيق. نعم. النقطه الاخيره هي بأنه يتهمون فضيلة الشيخ بأنه تكلم انتقد كل العلماء العدول. طبعا هذا الأمر خطأ. أولا الشيخ لم ينبس ببتشفة تجاه أي عالم من علمائنا العدول ومن شخصياتنا ومن مراجعنا، ولكن تكلم تجاه من يدعون بأنهم أعلم والأعلمية والفقه، وأخطأوا تجاه هذا المذهب، هذا الدين الرافضي. طبعا هناك مسألة يجب أن نطرحها للجمهور الكريم. هناك نوعين من البشر في هذا الكون، هناك خادم وهناك مصلح. الخادم من هو؟ مثلا الخباز، البقال، القصاب، سائق التاكسي، هؤلاء يعملون أعمال خدمية، شخص يخدم آخر. ولكن المصلح عمله خطير، الأنبياء، المرسلين، الأولياء، رجال الدين، مثل فضيلة الشيخ ياسر حبيب، المرجع السيد السيستاني حفظه الله، أو السيد الشيرازي، هؤلاء مصلحين. هؤلاء عملهم في غاية في الخطورة، لأنه إذا أخطأوا يخطئ خلفهم آلاف الناس، بل ملايين الناس، وإن أصابوا ملايين الناس أيضا يصيبون. فالشيخ ياسر حبيب بانتقاده لبعض مدعي التشيع ليس له هدف شخصي. طبعا أنا لست بصدد الدفاع عن الشيخ ياسر حبيب، بل الدفاع عن منهج الشيخ ياسر حبيب، بل هو هدفه إصلاح أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا إن شاء الله يعني ولو باختصار شديد. عندي نقطة أخيرة أخي عبد الله، أريد أن أقول للسادة المشاهدين المعترضين على هذا المنهج، كم من الشيعة قتلوا في سبيل الوطن تحت تسمية الوطن، العراق العظيم، ملة إيران، بإيران شان يقولون ندافع عن الوطن، أو البحرين الآن أيضا شعارات وطنية. طبعا نحن في هذا منهجنا ندافع ليس عن شيء اسمه الوطن، بل ندافع عن شيء أعظم من هذا الوطن، هو العقيدة والدين.
انا والاخ عبد الله والشيخ ياسر حبيب وكل الذين انتهجوا هذا النهج من رافضه الذين اتصلوا. طبعا انا قلت الشيخ ليست له شعبيه، ذاكرنا مرت له اخطأت، ما شاء الله الشيخ عنده وهذا النهج عنده شعبيه عظيمه، ما اتصل حتى بتري واحد او من الذين يخالفون هذا النهج. هؤلاء الذين قتلوا في سبيل مفهوم الوطن اعتبروا شهداء، نحن نحارب ونقاتل وإن شاء الله سنستشهد إن شاء الله في سبيل شيء هو أعظم، ألا وهو سبيل أهل البيت، سبيل محمد صلى الله عليه وآله. طبعا في النهاية أريد أن أقول رسالة أخيرة للأخ عاطف الذي اتصل ودمعت عينه حين ذكر الزهراء سلام الله عليها. أخي عاطف، أنت وأنا وكل الرافضة المشاهدين الكرام سيأتي يوم ولننتقم للزهراء سلام الله عليها. أبقي هذا الحزن وأبقي هذا الغيظ وأصلح ما استطعت من هؤلاء البترين، فإنك بفعلك هذا والكل أخوة الرافضة بفعلكم هذا بإصلاح الأخوة البكرين والبترين فإنكم تنتقمون بفعلكم هذا للزهراء سلام الله عليه، وستلاقون الله إن شاء الله عز وجل والزهراء عنكم راضية إن شاء الله. أحسنت أخوي فاز، وإحنا شعارنا دائما اللي أسسنا عليه هذه الهيئة المباركة قسما يا زهراء سنثر إن شاء الله. إن شاء الله. نشكرك أخوي فاز على هذه المداخلة، ونشكر الأخوان اللي تداخلوا واللي شاهدونا، وتقدرون تشاهدون قناة فدك على تطبيقنا على الأندرويد وعلى الآيفون، وكذلك صفحة قناة فدك على الفيسبوك وعلى التويتر، واللي يريد أن يشاهد البث المباشر على قناة فدك يستطيع أن يدخل على صفحة قناة فدك على الانترنت fedektv.com أو fedek.tv. هذا ما لدينا اليوم، وما بقي لي إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.